بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم مالك وكتابة. بين التحفيل والتأويل يكمن الخطر. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من مالك وكتابة. بين التحفيل والتحليل والخطر الكبير، المهندس عادل داخل دخلة جامدة. إيه اللي أنا ملاحظه وكلكم وبقالنا مده في القصه دي، بس زادت قوي وبقالها نجوم، بقالها نجوم شباك، ان انت العبره مش بتتابع فرقتك عشان بتكسب وبتأدي كويس وبتطمنك وبتسعدك زي زمان، ان التنافس ولذلك ده جزء من ان الموضوع بقى خارج الملعب. لما بقول انا بقصد المعنى الاشمل، ان الناس ابراهيم يعني كل اللي همها تعاير بعض، مستنين على كلمة أو على نتيجة أو على تصرف عشان نبتدي نعاير بعض. فالتحفيل، نعمل حفلة النهاردة على الأهلي، نعمل حفلة النهاردة على الزمالك، نعمل النهاردة حفلة على أي أندية أخرى وخصوصا الأندية الشعبية والشخصيات العامة. أصبح العملية عملية أنت بتتابع الأمر وكأنك يعني عايش فيلم، لازم البطل يموت والشرير يموت وكله يعني ما تخرج من الفيلم بقى إيه مكتئب. الرياضة تحولت من متعة إلى يعني نوع من التراشق وبنبهدل بعض، ده التحفيل. التأويل بقى انك انت عايز تاخد باستمرار اي كلمة تتقال لمصلحتك وتفرزها بشكل يخدم حاجة عندك وهي ما تقالتش كده، تجتزئ الكلمة من سياقها. واظن احنا عشنا هذا الموقف اكتر من مرة، يعني ياخد كلمة من سياقها ويبتدي يديها السياق اللي يخدم توجهاته، اللي يخدم تشويه حقيقة معينة، الذي يخدم أخذ التاريخ في اتجاه. أنا رأيي الرافدين دول، التحفيل والتأويل، هما الخطر الذي يقودنا إلى الاحتقار. وده المؤكد اللي احنا هنناقشه في أكتر من قضية في حلقة الليلة التي عنوانها الرئيسي، وهي أيضا كفتنا الكلام عند التحدي، هي أيضا أم كلثوم كوكب الشرق، وهي أيضا قوة الأهلي الكامنة وسره التاريخي روح الفانيلا الحمراء، وحاجات كتيرة جدا في ثنايا الحلقة هتشوفوا قد إيه هي مهمة جدا. كفتنا الكلام عند التحدي، ينفع جميل مادام موجودة، وجودها في حد ذاته يكفي عن أي كلام عند التحدي. ده كلام مهم جدا، نتمنى أن أنتم تستمتعوا بكل مضامينه ومعانيه الليلة دي. الأهلي بعد ما رجع من رحلته الأفريقية بدأ في تدريبات جادة وقوية على ملعب مختار التتش النهاردة، استعدادا للمباراة المفصلية مع شبيبة الثورة الجزائري اللي هتكون التدريب بكرة إن شاء الله هيستأنفه بعد الحصول على راحة اليوم. إيه المباراة مفصلية ومهمة، الفوز يصعد بالأهلي كأول المجموعة بإذن الله لدور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا، التعادل يخليه ينتظر نتيجة المباراة الأخرى بين فيتا كلاب وسيمبا التنزاني، لو انتهت بالتعادل ده في صالح الاهلي، فوز احدهما مش في صالح الاهلي عند التعادل، ولذلك الاهلي يهمه 1-0 فوز يصعد بيه اول المجموعه. لما بقول 1-0 مش معنى ان هي دعوه ان احنا نكتفي بالفوز 1-0، انا بقول من الناحيه القانونيه الفوز باي نتيجه في هذه المباراه يضمن للاهلي صداره المجموعه باذن الله تعالى، بعيدا عن اي حسابات اخرى ودون انتظار لاي نتائج في مباراة الطرف الآخر اللي هتكون مقامة في نفس التوقيت. لكنه هو المهم زي ما بقول لحضراتكم إنه الأهلي يسعى ويهمه فقط الفوز بهذه المباراة يا باشمهندس. مصيره في إيده، مصيره المباراة في إيده. عندك وما تنتظرش نتائج الآخرين، ما يصحش. أسوأ الكوابيس ما كانتش تقودنا إلى هذا الموقف. أيوة. وده يقودني تاني بقى إلى إيه؟ أيوة. افتكر كلامي كنت بقوله لك احيانا، كنت بقوله لك في البريك لما احنا تصدرنا المجموعه وفضل لنا 3 ماتشات وعايزين منهم مكسب واحد او تعادلين. ايوه فاكر؟ ايوه. والزمالك اخر المجموعه
ولازم يكسب الثلاث ماتشات. والناس عماله تحفل، خلي بالك قبليها باسبوع عشان ما اقولش زمالك قبليها باسبوع الزمالك عامل ماتش ولا اروع قبل ماتش جورماهيا وجمهوره منتشر وعمال يحفل. أيوة. واحنا بقى في الدوري الاسباني واحنا فجاءت النتيجه عكس التوقع تمام. فياتي دور الاهلي، طبعا الاهلاويه حفلوا عليهم وبعدين كسبنا سيمبا 5 فانتشينا، نقوم نرجع نخسر 1-0 نروح محفلين عليه وهكذا بين التهويل والتحفيل والتأويل يكمن الخطر. محدش منشغل بنفسه، كله شاف النتيجة عشان يقول إيه للآخر. بيفكرني هذا المشهد بالأصحاب اللي بيلعبوا دومنا أو كوتشينة على القهوة، فواحد عمال يكسب وينرفز قدامه يطرقع له بصرة مرة على إيده مرة على حد مرة يطرقع له على قرطه ويروح ضربه باللي في وشه باللي في إيده وتتقلب خناقة وقد تسفر عن ضحايا. واللعبة هايفة من الأول. لكن التحفيل إيه اللي بيجي لنا؟ إيه الشر الكامن اللي بيخلينا نستمتع بعذاب الآخر ده؟ أكثر من استمتعنا بأدائنا بشغلنا. يعني تحول الأمر إلى إنك، أنا بشوف المشهد ده كتير، تعاير الآخر أكثر ما تحتفل بنفسك. يعني عندك إنك تحتفل بخسارة النادي المنافس أكثر من احتفالك بفوز فريقك. هذا وضع غير سوي وغير صحي. يساعد عليه التأويل، كل ما تتقال كلمة لازم تتاخد في سياق يؤدي إلى تحفيل. وهذا الكلام مش مظبوط. التهويل، ما هو التهويل بقى، ما التحفيل لازم فيه جزء من التهويل. لو أنت فاكر إن التحفيل يا أستاذ إبراهيم بيعتمد على بيدي حاجة حجمها. في الآخر مفيش حد بيكسب على طول، مفيش حد بيخسر على طول. إنما أنت تتصور بقى زمالك وهو لازم يكسب ثلاث ماتشات وأنت عايز تعادلين أو مكسب، توصل الأمر إن مصيرك أنت والزمالك شوف بقى ربنا. مرتبط بالمباراة الأخيرة والاثنين مع فرق إيه؟ جزائرية. إذن التأهل يأتي من الجزائر. التأهل من الجزائر وعبر بوابة محارب الصحراء إن شاء الله للأهلي وللزمالك، لأنه إحنا بكل وضوح من الأول وقايلين وكنا نتمنى إنه الإسماعيلي كان يحقق نتيجة إيجابية تساعد على استمراره في البطولة، لكنه للأسف موقفه تأزم كتير وابتعد عن المنافسة. لكنه إنه يكون الأهلي موجود في دوري الأبطال وينافس بقوة عن هذا الهدف وهذه الرغبة في إحراز اللقب إن شاء الله، ويكون الزمالك داخل في الكونفدرالية أنعش حظوظه بعد ما كان الأخير تصدر المجموعة حقق انتصارين مهمين. أنا أعتقد أنه دخول الأهلي والزمالك هذا المعترك بهذه القوة أفضل تجهيز للمنتخب المصري وللساحة الكروية قبل كأس الأمم أو حتى بدون كأس الأمم، أنك أنت كأندية مصرية ترجع الخبرات تتاخد هنا ترجع تسترد صدارة المشهد الأفريقي. دي مسألة شديدة الأهمية للكرة المصرية إيجابيا إن شاء الله. علشان كده أهمية مباراة السبت، الإدارة التنفيذية للنادي بتنظم رحلة لأعضاء النادي لحضور هذه المباراة، الرحلة مقابل 200 جنيه للاشتراك لتشمل تكلفة السفر إلى برج العرب ودخول المباراة والعودة للقاهرة إن شاء الله. مفيش سندوتش؟ شامل قيمة التذكرة وجولة وجولة حرة في الإسكندرية كمان، وفي وجبة، ما هو محمود المخبزي هو اللي بيصرف شكله. فبدأ الإعداد لهذه الرحلة بعد طرح 10,000 تذكرة للبيع. النهارده سمعت يمكن مع الزميل الأمير هشام العميد محمد مرجان المدير التنفيذي، قال إنه التذاكر المتاحة 10,000 تذكرة بمجرد طرحها نفذت. وفي وجبة والله أهو، أنا بقولها بهزار. بقول لك وجبات. وجبة وجبات مشروبات. في مخاطبة من قبل النادي للجهات الأمنية لزيادة الساعة المسموح بها أو العدد المسموح بحضور المباراة، ونتمنى أن فعلا الأهلي يحصل على موافقة على زيادة الحضور الجماهيري. المباراة مهمة بل شديدة الأهمية، الأهلي محتاج جمهوره أشد الاحتياج. أنت بتلعب فريق جزائري
كل الناس بتتابع وبتشوف الكرة الجزائرية لما بنلعب في الجزائر أو في المغرب أو في تونس، القوة المضافة لأي منافس من شمال أفريقيا تتمثل في المدرجات، مدرجات شديدة الحماس والصخب والقوة العنيفة جدا في مؤازرة فرقها. فنتمنى أن الأهلي إن شاء الله يجد في مساعدته في برج العرب مش أقل من 30,000 متفرج إن شاء الله، أي ساعة الأمن هيسمح بيها هتلاقيها موجودة. الجمهور عنده هذه الأهمية في المباراة، عنده الاهتمام بيها، عنده الرغبة في حضورها. لسه قدامنا وقت، احنا النهاردة لحد بكرة الاثنين، المباراة لسه السبت الجاي إن شاء الله وقت كافي للحصول على موافقة أمنية نتمناها إن شاء الله باشمهندس. نتمنى، ونتمنى أيضا أن يتسلح جمهور الأهلي بالثقة والتركيز على تشجيع الفريق. يعني مش عاجبني أبدا أبدا البعض الذي يأخذ منحة برضو التحفيل إن شاء الله على فرقته، يعني النقد 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 النقد. يعني المباراة الماضية كل الناس شافت أن الأهلي أداها بشكل مختلف وكان عنده نزعة هجومية وكان عايز الأداء بيتناقص في أجواء غير طبيعية، رطوبة عالية والمرهق قوي النجيل الصناعي ده. لكن هل كان هناك تقصير؟ لا، كان في عدم التوفيق، ربما تسرع، خلي بالك يعني إهدار الفرص أحيانا يكون الرعونة سببها نفسي، مش إن واحد بيتعالى على الكورة، لا عايز يخلص، عايز يجيب جول بسرعة وخايف ما يجيبش الجول. فاللي حصل بقى إن كمان يخش فيك جوان غريبة. فنتمنى إن الجنرال توفيق يغير وجهة نظره بقى، لحد كده كفاية عليك، خد صف الأهلي شوية. الحقيقة التأهل يقودنا إلى مرحلة أخرى من التفاؤل والشغل اللي الواحد طبعا هيشوف فرقة النادي الأهلي بشكل مختلف بإذن الله. فيما يخص حراسة المرمى، لأن الناس انشغلت وقلقت جدا إنه الشناوي تعور، شريف إكرامي مصاب، علي لطفي لعب هذه المباراة كبديل وأثبت كفاءة عالية جدا الحقيقة ومطمئنة جدا. الشناوي سألت الكابتن سيد عبد الحفيظ عليه النهارده، فقال لي على الأقل هيكون على الدكة كبديل، فبالتالي مفيش سبب لانزعاج الجمهور، لأن الناس كلها قاعدة تتكلم اليومين اللي فاتوا كده علي لطفي هيلعب وملوش بديل، والجرايد اجتهدت مين اللي هيبقى بديل رمضان صبحي يعرف يقف جون، سعد سمير ممكن يبقى حارس مرمى. كابتن سيد عبد الحفيظ النهارده بيطمني بيقول لي الشناوي على الأقل هيكون بديل على الدكة، وعلي لطفي يلعب، أيهما سيلعب بإذن الله هيكون جاهز. ف جزئية حراسة المرمى ما هياش محل قلق أبدا إن شاء الله. الشناوي هيخضع لفحص طبي من اللجنة الطبية للوقوف على حالته وتحديد فرصه، لأنه أصيب بالتواء في الكاحل خلال المباراة. نتوقف لحظة هنا، التعليق سريع. أنت عليك تاخد بالأسباب يا أستاذ إبراهيم. أيوه. الوصول إلى النتائج ده 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 فيه شيء من التوفيق والقدر. ها؟ لكن الأهلي عمل كل ما هو مطلوب إداريا وفنيا عشان يجهز فريق، جهاز طبي يتفادى الإصابات، وفعلا شفنا في مرحلة أن الفريق كان كامل العدد وفجأة بدأنا من جديد الإصابات تتوالى. طيب عندك أعلى جهاز طبي موجود في مصر، مش جهاز إشراف طبي. كل اللي نعمله طالما خدنا بالاسباب ننتظر من الله سبحانه وتعالى ان يكون التوفيق في باذن الله تعالى. وكابتن سيد عبد الحفيظ اتصل بمسؤولي شبيبه الثوره الجزائري لتحديد موعد وصول بعثه الضيوف للقاهره، وتاكيد ليهم على وضع كل الترتيبات الخاصه بالاستقبال اللائق وتوفير كل احتياجاتهم من ملاعب التدريب والاقامه والتنقل وكافه ما تحتاجه البعثه الشقيقه. مارتن لاسارتي المدير الفني الأورجواياني تسلم تقرير عن حالة اللعيبة العائدين من الإصابة اللي غابوا عن الفترة اللي فاتت واكتمل شفائهم، وليد سليمان ومحمد نجيب وحسام عاشور وصلاح محسن، دخولهم في المران الجماعي عشان يكونوا أكبر داعم للفريق في المباراة اللي جاية إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله يا رب عدي على خير بإذن الله إن شاء الله تعالى. بكرة الساعة 2:30 ظهرا القمة المصغرة، الأهلي والزمالك،
شباب مواليد 97، مباراة مهمة في 100 عقبة في ملعب نادي الزمالك. الأهلي بيحل ضيفا على شقيقه. المباراة كانت مؤجلة من يناير الماضي، حتى مباريات الناشئين بتتأجل بس ماشي. إنما الفارق في هذه المباراة الأهلي بيحتل صدارة هذه البطولة، بطولة الجمهورية للشباب أو دور الشباب، لأنه ده دور الظل اللي بعد الفريق الأول على طول. مواليد 97، الأهلي عنده 66 نقطة في الصدارة، فاز في 21 مباراة، اتعادل 3 مرات فقط ولم يتلقى أي هزيمة، عنده 57 هدف واهتزت شباكه 12 مرة فقط. اللي بينافس الأهلي بشكل مباشر المقصة عنده 53، يعني الأهلي الأول عنده 66، المقصة الثاني عنده 53. الزمالك في المركز ال 11 وعنده 29 نقطة. الأهلي 66 نقطة، الزمالك 29 نقطة. ورغم هذا هي مباراة قمة بحكم قيمة الناديين. لا لا طبعا مش مضمونة، وأنا بقول لك هتيجي هتشوف مستويات مختلفة للفرقتين. لكن المبشر في المسألة دي إيه يا جماعة؟ دول مواليد 97. الأهلي عنده عدد كبير جدا ما شاء الله، لعل ده الطرحة الكبيرة قوي في تاريخ يمكن الكرة الأهلوية منذ سنوات، إنك تلاقي سنة واحدة فيها كمية هذا العدد من اللعيبة الموهوبة المتميزة. لو خدنا بالنا إنه عدد كبير من مواليد هذه السنة موجودين في الفريق الأول، من رمضان صبحي لناصر ماهر لكريم نيدفيد، لعدد كبير غيرهم، حتى صلاح محسن المشترى من الإنبي في نفس السن. فأنتم متخيلين تم إعارة عمار حمدي، وتم إعارة أحمد حمدي، وتم إعارة أحمد ياسر ريان، كل دول مواليد 97. لكن برغم كل ده عمر رضوان الجون والجزار، برغم كل هؤلاء اللاعبين المتميزين اللي بيلعبوا في الفريق الأول والمعارين، لا فريق الشباب في الأهلي اللي بيقوده الكابتن عمرو أنور اللي تسلم المهمة بعد الكابتن عادل عبد الرحمن حقق كل هذه الانتصارات بتفوق كبير جدا. ده اللي يخلينا أكثر اطمئنانا على مستقبل الكرة الأهلوية القريب إن شاء الله. مش عايز تطمن على الكرة الطايرة؟ أنت اطمنت على الكرة، عايز تطمن على الطايرة. معانا طيب الطايرة رجالا وسيدات. الأهلي بيستعد لبطولة مهمة جدا يوم 16 إن شاء الله، افتتاح بطولة أفريقيا للأندية الأبطال لكرة الطايرة للأنسات في ضيافة النادي الأهلي، وبعديها إن شاء الله في إبريل هيكون استضافة الأهلي لبطولة الأندية الأفريقية لكرة الطايرة رجال. أنسات الأهلي في الكرة الطايرة فرقة أصحاب أرقام قياسية كبيرة جدا تحت قيادة الكابتن رؤوف عبد القادر، لكن هذه المرة أيضا الأهلي وهو يستضيف هذه البطولة يضع لها ترتيبات خاصة جدا ترقى لأهمية الحدث وأهمية التوقيت. معانا على الهاتف مهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة. يا باشمهندس أهلا بيك. حياتي لحضرتك كمان فضل بتاعي ولجميع السادة المشاهدين. صوتك تعبان يا باشمهندس، انت ايه شغال ولا ايه؟ شغالين كل يوم بقى، ربنا يكرم ان شاء الله. طيب طمنا، البطوله تبدا 16 مارس مش كده؟ ان شاء الله تبدا 16 مارس الافتتاح، يعني بدايه البطوله، لكن احنا الافتتاح ان شاء الله هنعمله يوم 17 مارس بس عشان يعني ما يبقاش تزامنا مع مباراه النادي الاهلي في افريقيا اللي هي يوم 16. فضلنا يعني طبعا احنا في اللجنه المنظمه للبطوله فضلنا نعمل الافتتاح يوم 17 عشان نبقى بعيد عن مباراه الكوره يوم 16، يعني ربنا ان شاء الله يا رب يوفقنا في اليومين دول، يعني 16 و17 يخرجوا على خير ان شاء الله. انتوا دلوقتي يا باشمهندس تمرستوا انت ورفاقك الاعزاء من شباب المجلس على تنظيم البطولات، ودي حاجه رائعه يعني ان يبقى عندنا الكوادر المبشره دي، لكن اديني في عجاله كده ايه ابرز النقاط اللي تقدر تقول لنا عليها في تنظيم هذه البطوله هذه المره؟ دي مشاهد من البطوله يعني بتاعت السنه الماضيه. اتفضل يا باشمهندس. والله الحمد لله انت فعلا يعني بطوله السنه الماضيه خرجت بشكل لائق وبشكل الحمد لله كان يليق بالنادي الاهلي، وكان بتنظيم رائع من زملائي في مجلس محمد الجرحي ومحمد الضماطي. فان شاء الله احنا البطوله السنه دي برضو النادي الاهلي دخل في يعني تقدم لتنظيم البطوله، وكان معانا نادي الترجي، والنادي الاهلي الحمد لله نجح في الفوز بتنظيم البطوله يعني.
وبدانا على طول اول ما كلفنا يعني ومجلس الاداره كابتن محمود الخطيب يعني كلفني بملف الكره الطايره سيدات كبطوله سيدات، بدات طبعا على طول شكلت يعني لجان البطوله والحمد لله عملنا تشكيل باللجان وبرؤساء اللجان وبالاعضاء، وكمان عملنا يعني حاجه جديده ادينا فرصه لشباب جديد يكون متواجد جوه اللجان يعني غير الشباب اللي هيشاركوا معانا في طبعا في المراسم. رائع جدا رائع جدا وده مهم. دخلناهم جوه اللجان نفسها في عمليه البلان نفسه والتخطيط للبطوله نفسها، ان هم برضو ياخدوا خبرات من الرؤساء اللجان اللي عندهم خبرات المتمرسين يعني في النادي الاهلي من الزمن، فبرضو ده تاهيل ان شاء الله الكوادر عشان النادي الاهلي يبقى عنده دايما القدرات سواء بقى في ناحيه البنيه التحتيه والانشاءات او حتى في الكوادر يعني البشريه في المستقبل انه يقدر يبقى قادر على تنظيم اي حدث يعني رياضي ان شاء الله. ويعني شغالين طبعا على كل المحاور بتاعتنا في البطوله. حتى الان كم عدد الفرق اللي نتاكد مشاركتها؟ والله حتى الان يا استاذ ابراهيم يمكن معانا 14 فريق حتى الان، لكن هيزيدوا لان اللي بعت رغبات ان هو يشارك يعني كان عندنا 28 فرقه بعتت رغبات ان هي تشارك من فتره. لكن طبعا الماكسيمم بتاع لوائح الاتحاد الافريقي بيبقى 24 يعني ما بناخدش اكتر من العدد ده 24 فريق. فاحنا ال 24 فريق طبعا احنا في النهايه حتى الان جالنا 13 فرقه بخلاف النادي الاهلي، فاحنا دلوقتي 14 فريق موجودين. لسه طبعا خلال اليومين الثلاثه الجايين هتلاقي في فرق ثانيه اكدت يعني، فممكن العدد يزيد عن كده. طبعا هم عاده لحد يوم البطوله بيجي لك فرقه عندها ماتش بعد ساعتين تلاقيها واصله لك في المطار. مظبوط. دي مشكله اللي هي برضو بتبقى يعني المفروض احنا طبعا يبقى افضل لنا نبقى عارفين من بدري، لكن هي للاسف طبعا الموضوع بيبقى شويه في افريقيا يعني الدنيا لحد اخر لحظه ممكن الفرق تاكد وتلغي وحاجات زي كده يعني. طيب فانا معانا حتى الان 14 فريق منهم يمكن اربع فرق من مصر يعني هم في سموحه وفي عندنا الصيد والشمس ضروري والشمس والنادي الاهلي. طيب باشمهندس بطوله السنه الماضيه اللي احنا شايفين لقطات من حفل الختام فيها اللي كان ورا نجاحها الحقيقه بشكل كبير جدا الحضور الجماهيري. السنه دي موقف الحضور الجماهيري ايه في ظل الترتيبات اللي حاصله؟ والله بص يا استاذ ابراهيم احنا طبعا زي ما قلت لك اللجان اللي عندنا كلها حيويه بالنسبه لي وكله بيشتغل الحمد لله يعني من قلبه وشغالين كلهم بشكل قوي، بس عندنا في حاجات امور بتبقى كريتيكال جدا منهم موضوع الجمهور ده بالنسبه لي طبعا يعني بالنسبه لنا كلنا يعني وكنادي اهلي ده رقم واحد يعني ده روح البطوله يعني الجمهور ده روح اي بطوله يعني صحيح اي بطوله بيعتمد على الجماهير. احنا من اول يوم واحنا الملف ده متمسكين بيه بشده وفي الاجتماعات الامنيه طالبنا بحضور الجماهير. يمكن طبعا الناس كلها متابعه يمكن الفتره الاخيره الجماهير بعيده شويه وبيبقى فيه مطالبات دايما ان هو يبقى اعضاء جمعيه عموميه بس يحضروا في المباريات حتى يعني في الكوره يعني في الدوري وفي البطولات برضو المختلفه وفي حتى لما لعبنا برضو بطوله افريقيا في الباسكت برضو اتلعبت بالشكل ده، لكن احنا بنحاول والناس يعني بصراحه برضو يعني بيتعاونوا معانا الجهات الامنيه ان احنا نوصل ان شاء الله يعني في النهايه لشكل مرضي ان يكون جماهيرنا متواجده. يعني ده ما خدناش بيه قرار رسمي حتى الان، لكن في نفس الوقت يعني ما نقدرش نقول ان هم الموضوع ان هم مش هيحضروا، يعني احنا لحد النهارده كل يوم بنتكلم على القصه دي، الناس متعاونه معانا وبتسمعنا وبتدينا سبورت في الجزئيه دي لحد ان شاء الله ما نضمن عدد معين من الجماهير بس يكونوا معانا في البطوله، لان هو ده بالنسبه لي يعني مش عايزين اللي هو تعب الناس كلها اللي شغاله في التنظيم الرونق بتاع البطوله. لا وحتى لوائح يروح ولوائح الاتحاد الافريقي اظن بتنص على ضروره او اهميه حضور طبعا هي بتنص على كده لازم يكون في حضور جماهيري. الاتحاد الدولي برضو متابع البطوله دي لان النادي الاهلي كنت لسه عايز اقول لك كده لتنظيم كاس العالم كمان لكره الطايره ان شاء الله الاقصى سنتين تبقى جميله. فالاتحاد الدولي بيبص على البطوله الافريقيه عشان يقيس درجه نجاح الاهلي باذن الله باذن الله عشان يدعم موقفه في المطالبه باذن الله يا بقى حاجه جميله. فالجماهير بالنسبه لنا يعني الاخراج يعني دايما هو بيقول لك الاخراج ده اللي بيدي الشكل بيدي رونق. احنا يعني الناس شغاله بشكل قوي في كل اللجان والملفات، بس طبعا جماهيرنا هي اللي بتدينا الروح وهي اللي بتدينا الدفعه وكمان هي اللي بتدي الفرقه الروح ان هي ان شاء الله تكون بتقوم نصيبهم يعني. فنتمنى باذن الله وبنطالب ان الناس تتعاون معانا في حضورهم يعني.
البطوله ان شاء الله، في البطولتين كمان مش احنا بنتكلم باسم البطولتين دايما يعني. يعني احنا بنسعى انا برضو رجال وسيدات يعني. اه بالظبط يعني مهند ماسك بطوله الرجال واحنا يعني بنشتغل يعني بشكل يعني فعال مع بعض في الجزئيه دي، وبنطالب اكيد بحضور جمهور في البطولتين يعني، فنتمنى يكون في استجابه لكده يعني ان شاء الله. شغالين على الملف ده كويس مش كده؟ احنا شغالين الملف ده، شغالين عليه بقوه. ملف برضه التسويق شغالين عليه بقوه من الرعاه، لان احنا برضه النادي الاهلي هو اللي يعني البطولتين دول احنا اللي بنسواهم بنفسنا، مفيش شركات بتسواها، فالنادي الاهلي يعني احنا اللي جايين. لجنه التسويق طبعا برضه شغاله بشكل قوي في الحته دي، وان شاء الله برضه هيبقى معانا رعاه يعني محترمين في البطوله، وباذن الله يعني تخرج بالشكل اللي يليق بالنادي. والامور ماشيه يعني عايز اي جهد في التسويق؟ لا يفتى ومالك في المدينه، لا يفتى ومالك في المدينه يا باشمهندس. شايلينه للتقيله، لا ان شاء الله نتمنى عايزين قرشين حلوين بالبطوله دي. انت قدها وقدودها يا باشمهندس. حبيب يا استاذ ابراهيم، وتحياتي ليكوا. يعني طبعا احنا يعني عايزين طبعا نتكلم ان احنا نطالب يعني سواء بجماهير او اعضاء النادي الاهلي بيكونوا متواجدين معانا في البطوله دي ويحضروا يعني ويدوا سبورت لبنات النادي الاهلي اللي هم يعني ابطال والحمد لله يعني خدوا قبل كده. يمكن دي تبقى البطوله العاشره باذن الله، يا رب يعني تكون من نصيبهم باذن الله. فان شاء الله ربنا يوفقهم يا رب. ان شاء الله ان شاء الله يا باشمهندس. شكرا جزيلا للمهندس محمد سراج، عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس اللجنه المنظمه لبطوله افريقيا للكره الطايره للانسات اللي هينظمها النادي الاهلي ابتداء من يوم 16 مارس ان شاء الله. المهندس محمد سراج اتكلم على اهميه الحضور الجماهيري. الحقيقه حضور الجماهير في حد ذاته، اولا مصر داخله على احتضان رياضي افريقي رائع جدا. شايفين الاهلي بيستضيف بطوله افريقيا رجال وانسات الكره الطايره، شايفين مصر برضو خلال هذا الصيف هتستضيف كاس الامم الافريقيه لكره القدم. كل ده جاي في سنه استثنائيه لعلاقه مصر بافريقيا. مصر بترجع لافريقيا وافريقيا بترجع لمصر بدور كبير جدا. اعتقد رئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الافريقي دي مساله كمان شديده الاهميه، ان مصر ترجع لمكانتها تقود القاره السمراء. دي مسألة شديدة الأهمية في كل حتى برامج الاستثمار والتنمية. حضور الجماهير لمثل هذه الفعاليات المهمة جدا. المهندس محمد سراج أشار لنقطة مهمة، الأهلي بصدد التقدم بطلب تنظيم كأس العالم للكرة الطائرة للأندية بعد سنتين إن شاء الله. مصر بترشح النادي الأهلي علشان يستضيف هذه البطولة رجال وسيدات. الاتحاد الدولي بيبص على البطولات القارية ومدى نجاحها، فبالتالي نجاح الأهلي بإذن الله في تنظيم البطولة الأفريقية للأندية للكرة الطائرة يدعم ويزكي جدا موقفه في استضافة كأس العالم للأندية كمان سنتين. بس كمان فرص النجاح اللي يضمنها بشكل فاعل الحضور الجماهيري، ومش أي حضور جماهيري، حضور جماهيري كبير ملتزم، ملتزم بكل الضوابط الأمنية اللي ممكن يتم التوافق عليها. مسألة مؤكدة وواضحة وكلمنا فيها كتير. الالتزام الجماهيري هو الضمان الوحيد لحضور الجماهير. بالظبط. وباذن الله جماهيرنا على قدر هذا المستوى. نتمنى ده باذن الله، لانه كمان اذا كان الحضور الجماهيري مهم في ماتشات الكوره. مباراه الاهلي وشبيبه الثوره زي ما العميد محمد مرجان اكد النهارده في محاولات كبيره لتحقيق سعه افضل وزياده عدد الجماهير المسموح بها من 10,000 الى عدد يكون مناسب جدا داعم للاهلي في هذه المباراه يا باشمهندس. باذن الله باذن الله يعني ده يحدث ولصالح الكره المصريه ولصالح الاجواء ولصالح حاجات كتير جدا. جماهير الاهلي بانضباطها وبالتزامها وبسلوكها وبوعيها وبمساندتها التاريخيه لفرقها الرياضيه كلها هي اللي تقدر تقول عليها كمان كفيل الاحتكام اليها عند التحدي. زيها زي روح الفانيلا الحمراء، زيها زي كل مقومات وقيم النصر عند كل الاهلاويه. دي كلها دعائم النصر دايما وابدا. على ذكر دعائم النصر واراده التفوق والقدره على التحدي، هذه الايام بعد ما مرت ذكرى رحيل كوكب الشرق ام كلثوم، يمكن زميلنا العزيز علاء عزه تذكرها في مجله الاهلي في العدد الشهري الاخير بموضوع يعني يعتبر كشف عن حاجه في التراث.
علاء بيكشف النقاب عن علاء عامل مجهود كويس في الموضوع ده وانا عايز الساده المشاهدين يتابعوا معانا علاقه ام كلثوم بالنادي الاهلي، هيشوفوا اسرار لاول مره تذاع هنا نقلا عن مجله الاهلي ورصدا من الزميل علاء عزت. صحيح. الحقيقه اي عمل بيتم بتركيز وشغف بيبقى فيه تميز عالي، بيبقى فيه تميز. ام كلثوم ذكرناها قبل كده انها يعني غنت الليله عيد وخدت وسام الكمال في النادي الاهلي. صحيح. وهذا اهم ما يعرفه الجمهور عن علاقتها بالنادي الاهلي. وقالت بعدها انه ما كان للكمال ان يكتمل لولا انه منح في النادي الاهلي. لكن اللي الناس ما تعرفوش ان ام كلثوم اهلاويه مؤسسه. يعني من اقدم العضويات. ما حدش يعرف دي. ام كلثوم عضو في النادي الاهلي كانت من كام سنه كام يا استاذ الرئيس الاول. انا عايز اكشف بس عن هذه الوثيقه، ودايما وابدا الوثائق التاريخيه لها اهميتها. في مجله الاهلي كتب الاستاذ فاروق يوسف في فبراير 75، ده مع وفاه ام كلثوم، قصه ام كلثوم مع الاهلي يرويها فكري اباظه، كيف بنت ام كلثوم حمام السباحه بالاهلي ومدرجات الاتحاد. وبيكشف الاديب الكبير فكري اباظه واحد من اقطاب النادي الاهلي ورئيس شرف النادي الاهلي، وقتها كان هو اللي بيقود مساله جمع التبرعات في حفل كبير جدا في الذكرى ال 44 لرحيل كوكب الشرق سيده الغناء العربي ام كلثوم. فكري اباظه حاكي في هذه القصه اللي كتبها الاستاذ فاروق يوسف عن علاقه ام كلثوم بالنادي الاهلي. فبيقول الاستاذ فاروق يوسف في مداخله هاتفيه مع احدى الاذاعات المصريه الخاصه في يوم الاحتفال بعيد الحب الخميس الماضي، اكد الفنان سمير صبري ان ام كلثوم كانت تحب النادي الاهلي، ده كلام صديقنا العزيز علاء عزت، لدرجه العشق والجنون، مؤكدا انها ذات مره، ده الفنان الكبير سمير صبري، ذات مره التقى سيده الغناء العربي في مطار القاهره قبل سفرها للخارج للعلاج، سالها عن الشيء اللي كانت تتمنى انها تعمله لو لم تكن مطربة، فقالت هتندهش لو قلت لك لو لم أكن مطربة لوددت أن أكون حارس مرمى فريق الكرة في النادي الأهلي. فاستغرب جدا سمير صبري وبيقول إن أنا اندهشت جدا، ولما سألتها قالت إنها تعشق وتشجع النادي الأهلي جدا، طيلة حياتها وهي تشاهد مباريات الأهلي كانت بتتمنى إن يكون لها دور في انتصارات وبطولات الاهلي في الكوره، لانه قد كده شايفه هي بتسعد الجمهور. طب ليه اشمعنى حارس مرمى؟ قالت لان انا بشوف انه حارس المرمى ده اكتر اللاعبين اللي بيتحملوا العبء من اجل الدفاع عن تحقيق الانتصار وتجنب الهزيمه والحفاظ على الانتصار. اي في الثلاث حاجات هي عايزه تبقى درع وسيف الاهلي. بالظبط. ام كلثوم اللي ولدت في 31 ديسمبر 1898 توفيت في 5 فبراير 1975، حصلت بقى على عضوية النادي الأهلي سنة 1916، يعني بعد 11 سنة من نشأة النادي الأهلي. تسع سنين نالت العضوية الشرفية أو العضوية الشرفية للنادي الأهلي. كانت أهلوية متحمسة جدا. الأستاذ فاروق يوسف مع وفاتها حكى قصة علاقتها بالنادي الأهلي، وقال إنه أول سيدة تدخل النادي الأهلي في عام 16 لما الجمعية العمومية للنادي الأهلي سمحت للمرأة بالحصول على العضوية تكريما لدور المرأة في المجتمع. كانت عضو شرف يعني مدى الحياة. يعني هي العضوة رقم واحد هي. كانت عضو شرف مدى الحياة برقم 4391. الغريب أو الطريف إن هي ذات مرة حكمت مباراة بين الفنانين وقدام اللعيبة، يعني حتى مباراة خيرية فاختارت ان هي تكون حكم لهذه المباراة الخيرية، لانه كان لها اسهامات كبيرة جدا في الاعمال الخيرية وفي الحفلات الخيرية اللي كانت بتحييها لصالح المجهود الحربي ولصالح اعمال خيرية اخرى. كان لها دور كبير جدا في جمع التبرعات لانشاء حمام السباحة بتاع النادي الاهلي اللي في الجزيرة. أحيت حفلتين لهذا الهدف في النادي. وقال الأستاذ فكري أباظة رئيس شرف النادي أنه أم كلثوم رفضت أنها تاخد أي مقابل في الغناء في الحفلتين، حققت
ايراد 15000 جنيه مبلغ رهيب ده زمان يعني. وغنت بدون مقابل في الحفل الكبير اللي اقيم مرتين في النادي الاهلي، وده كان الحفل اللي كان بينظمه الكاتب الكبير الاستاذ مصطفى امين في حملته لجمع التبرعات لانشاء حمام السباحه. بالله عليك شوف الاسماء، وقت رئاسه شوف عبود الاسماء باشا اللي عمالين نتكلم عليه. اللي بيعمل التبرعات والعمله عضو النادي الاهلي الكاتب الكبير مصطفى امين الذي يتحدث عن ام كلثوم رئيس شرف النادي الاهلي الاديب الكبير المفوه الساخر، قول عليه اللي تقوله، فكري اباظه، عم الاهلاويه فكري اباظه، الذي التي نتحدث عنها ام كلثوم العضوه رقم واحد في عضوات النادي الاهلي، والتي تبرعت بحفلتين عملوا 15000 جنيه. دي حاجه رهيبه يا جماعه، يعني تعمل 15 مليون جنيه السنه دلوقتي. صحيح. لكن الـ 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 الاجمل بقى ان كل التبرعات دي راحت. طب عايزين نعمل المدرجات وعايزين نعمل حمام السباحه، راح احمد عبود باشا رئيس النادي الاهلي خد المبلغ ده وكمل عليه وعمل لنا الحمام والمدرج. ايوه صحيح. هذا هو النادي الاهلي الذي احيانا يتحدث عنه بخفه من لا يعرف تاريخه. احنا يعني لو كنا من هواة التفاخر بالاشخاص كنا عددنا. لكن عددنا مجتمع. لكن لكن لان الاهلي هو مصدر الفخر. أيوة. الاشخاص هم الذين يفتخروا بانضمام النادي الاهلي، نترك هذه للظروف والمناسبات. ولم يتحدث أحد عن كل هذه المعلومات الجميلة الشيقة عن أم كلثوم إلا بمناسبة ذكرى راحلة. ذكرى راحلة. وهنا لازم أحييك يعني لتحليل مجلة علاء عزت. وبالتالي تكليفك لعلاء عزت إنه يعمل هذا الموضوع الدسم اللي فيه معلومات جديدة حتى عليا أنا. يعني أنا ما أعرفش إنها حكمت ماتش. ومسكت صفارة بين الفنانين وقدام اللاعبين. النادي الاهلي كان مليء بالنشاط والحيويه في مثل هذه الاحداث، يعني النادي الاهلي كان يعمل اسبوع الرياضي. وتلاقي الفريق مكون، لازم الفريق يبقى مكون من لعيب راجل تحت فوق السن، شاب تحت السن، سيده، لازم يبقى في تشكيله اسره الاهلي وعائله الاهلي، ويتعمل دوري من 7-8 اسر. حاجه كانت مبهره، هوايات الموسيقى والفن والرسم والمسرح كده، هو ده النادي الاهلي. لذلك بنقول النادي الاهلي هو يعني بيحتوي الوطن، يحتويه وهو يحتوي الوطن بكل الانشطه، بكل هذه القوى الناعمه التي كان يساهم بها، ويعمل لك نموذج راقي يحتذى به. لذلك انا يعني انا مشفق على النادي الاهلي دلوقتي، وفاهم حرصه انه ما ينجرفش للقيل والقال والتقول، وحتى لو وقف وحيدا في هذا الخندق، لان هذه رساله تاريخيه يجب ان يفرط فيها. المهندس عدل اشار لمساله النادي الاهلي هو من يتفاخر او يفخر أبنائه بالانتماء ليه، ودي نقطة لفتنا ليها لما الناس تقول لك فلان أهلاوي وفلان ما عرفش بيشجع نادي إيه، على أساس أنه الفنانين، أن أنا أقول الفنان الأهلاوي بيشجع هذا النادي فدي تزكية لهذا النادي، ده تزكية لهذا الشخص. حسن الاختيار. قيمة النادي الأهلي أن يفخر به وبالانتماء ليه كل محبيه، مش النادي الأهلي اللي هيفخر. عشان كده سيدة الغناء العربي لما غنت رائعة شاعر النيل حافظ إبراهيم ولحنها الصنباطي مصر تتحدث عن نفسها، كانت كلماتها وبناة الأهرام في سالف الدهر كفون الكلام عند التحدي. يعني قد كده هي تاريخي بص حافظ إبراهيم بأنه اللي بنوا الأهرامات وأقاموا هذه الحضارة هم اللي أغنونا عن أي كلام. وانت بتتكلم عن مصر، مصر عايزة تتكلم عن نفسها، فبالتالي مش محتاجة تتكلم عن نفسها. شوف الجمال. ولذلك أم كلثوم في حبها للنادي الأهلي هي أيضا من كفتنا الكلام عند التحدي. نطلع نشوف جزء من رائعة كوكب الشرق، ومنها لفاصل، وبعد الفاصل نشوف هي إيه كمان اللي كفتنا الكلام عند التحدي. أهلا بحضراتكم من جديد. ما بين أم كلثوم كوكب الشرق
فخرها بمصر وحضاراتها التي كفتها الكلام عند التحدي، أيضا جمهور الأهلي وهو يستعرض إنجازات الأهلي، بطولات الأهلي، والله مبادئ الأهلي، مبادئ الأهلي ومواقف الأهلي يا باشمهندس تكفي عن أي كلام عند أي تحدي. هو بيلجأ لها، وده السلاح اللي تستلهم منه الخطواتك في وقت الأزمات. أنت بتستند اللي معكش حد، معكش حد، معكش حد، آه خلاص المسألة واضحة، هي حواليك يعني، أنت معكش حد. فأنت معاك إنك تبقى بتتصرف عدل، يحترم عدوك فيك. أيوه. نمرة اتنين، بتتسلح إنك تلجأ لحاجتين مهمين جدا، قيمك وتقاليدك ثم جماهيرك. أيوه. أنا ليه بقول ثم جماهيرك؟ مش جماهيرك وبعدين قيمك وتقاليدك، لأن أحيانا يبدو تصرفاتك غير مفهومة لقطاع من الجماهير، تبتدي تعاتبك على مواقف تعتذر عنها بعدين لما يثبت يعني فلسفة الموقف اللي انت كنت واخده. فأنا بقول ان ما عندكش غير كده، تاريخك تستلهم منه موقفك في الأزمات، من ضمن الأزمات انك تبقى بتتعرض لأزمة فنية او لأزمة نتائج او أزمة عدم توفيق، هتعمل ايه؟ انا بقول ما عندكش غير انك تستند الى ثقتك في انك اعمل اللي عليك، خد بالاسباب وربنا هيكافئك في الاخر حتى لو ان حدث بعض التعثر. وده اللي انا عايز اقوله لشبابنا ولولادنا، يا جماعه خليكوا يعني عنصر داعم فعلا يا جماعه. الكلام انت متخيل ان انت لو داخل امتحان وما حققتش فيه النتيجه اللي باباك عايزها، والدتك عايزاها، ولي امرك، وبعدين قاعد يوبخ فيك، دي بتعمل فيك ايه؟ ده احنا بنشوف افلام يقول لك يعني اصل هو صغير بيبرروا له تصرفاته اللي اخطا فيها اما كبر، كانوا يزعقوا له وكانوا بيأنبوه وكانوا بيسحبوا منه الثقه، فما بالك وانت عايش هذا التذبذب بين الاشاده والنقد المستمر. ونقد ايه؟ نقد انك انت ما فيش اتنين تلاته متفقين على، وده طبيعي لان ده وجهه نظرك. أيوة. بس للاسف الشديد كان زمان وجهه نظرنا بنقولها في قعداتنا الخاصه، دلوقتي بقت في مواجهه المجتمع اللي احيانا تستخدم ضدك. صدقني كل كلمه بتقولها مش طيبه على ناديك او على لعيب معين، هياتي وقت يستند اليها في الهجوم على ناديك من اللي انت رايح بقى ايه تناقشه كمنافس. كفايه بقى نستعرض قدرتنا واحنا قاعدين في بيوتنا مع التليفونات بتاعتنا، ان احنا نقدر نقول ونقدر نكون اصحاب وجهه نظر. ايوه 100% انت حقك انك تكون صاحب وجهه نظر، بس في العام في المطلق لا. يعني انا شايف ان التحفيل ثم التاويل، انك انت تاخد من كلام الناس وتاخده في غير سياقه عشان تعمل ازمه، الاثنين دول مش كويسين في شان لا الحياه المجتمعيه. هو في بيت يا استاذ ابراهيم او ما فيهوش جار زملكاوي وجار اهلاوي، وحتى في الاسره الواحده دلوقتي الدنيا بقت كده، وحتى اتسعت بقت بتشجع اوروبا فريق اجنبي على مع فرقتك. هل ده حياه ان احنا نبقى قاعدين كل يوم كل واحد فينا شايل هم التاني هيقول له ايه لو خسر؟ صحيح. هي دي حياه؟ لا هو ده الهدف من الرياضه؟ هي دي متعه الرياضه؟ قطعا مش متعه الرياضه. متعه الرياضه ان انا ابذل جهدي وربنا كافئني عشان اروح بقى ايه منتصر على نفسي ورايح للي خسران هارد لاك دوختني والبلايد يعني ما كانش الماتش سهل، انا ربنا وفقني، ما كفايه شعوري ان انا كسبان، ما طبطب على الخسران اللي قدام. انما ابقى نازلين وجماهيرنا قاعده في القهوه مستنيه تغيظ بعض بايه النهارده، وبعدين ما حدش بيكسب على طول، ما حدش بيخسر على طول، وبعدين شفنا اهو في خلال 15 يوم الدنيا بتتغير. كوره. نتمنى لسعاده هذا الشعب ان الاهلي والزمالك ربنا الاثنين يوفقهم ويتاهلوا للادوار القادمه ان شاء الله. طيب الاهلي قدم مباراه جيده
في الكونغو، كان ممكن جدا يحسم هذه المباراة بفوز مريح. إهدار الفرص السهلة ظاهرة سلبية جدا تحتاج لعلاج ولا توقف فوري عندها، في أخطاء مؤكد بتؤدي إلى هذه أو هذا الإهدار السهل للفرص الثمينة اللي ما بتتكررش كتير، وما اعرفش كما لو كانت هي قاعده فعلا. على فكره اهدار الفرص ضيع كتير تستقبل، كما لو كنت بتعاقب. اي هي كده، بتفضل تضيع تضيع، لازما تبقى عارف انه الكره هتغضب عليك. خلي بالك انك انت دي بتفسر اهدار الفرص كتير معناه انك بتوصل لجون كتير. بالظبط، في الماتش اللي بتعرف تستغل الفرص بكفاءه بتعمل هيفي سكور، زي ما شفنا قدام بتروجيت، زي ما شفنا قدام سيمبا، الماتشات اللي بتهدر فرص تباعا تتعرض لبعض الهزائم الغير منطقية يعني. عشان كده يمكن مباراة كينشاسا فيها 3-4 دروس مهمين هنقف عندهم بالتأكيد ونحاول نتأملهم بما يمكن الاستفادة منه، لكن خلينا في الأول نشوف تقرير عن السوشيال ميديا كيف رأت جماهير الأهلي عبر السوشيال ميديا هذه الهزيمة العارضة اللي مطلوب تفاديها سريعا. رغم تأثر جماهير الأهلي بالخسارة المفاجئة التي تعرض لها الفريق في كينشاسا، إلا أن صفحات التواصل الاجتماعي لم تخلو من التعليقات المتزنة والمتفائلة بقدرة الفريق على التأهل إلى دور الثمانية. هكذا هو حال سواد الأعظم من جماهير الأهلي، تنظر دوما للجانب المضيء وتثق أن فارسها يأتي في الموعد ليعيد وضع الأمور في نصابها الصحيح. في هذا الإطار كتب جروب معا لرفعة الأهلي: الموضوع ببساطة إن التأهل تأجل للسبت القادم. وكتب جروب الأهلاوي الواعي في نفس الاتجاه: مباراة وعدت، الصعود بأيدي الأهلي، معك يا أهلي. أما الكاتب الصحفي حامد عز الدين فتعجب من سوء حظ الفريق وعبر عن ذلك بالكتابة في نفس الجروب: خسارة غير مستحقة بسوء حظ عجيب، قدر الله ما شاء فعل. وتبدأ دعوات التفاؤل من جروب أبناء التتش: رسالة لكل أهلاوي متشائم، المواقف الصعبة هي اللي بتصنع الأمجاد، ارفع راسك انت أهلاوي. تمتد حالة التفاؤل إلى جروب صوت الأهلاوية: إن شاء الله الفوز بأي نتيجة على الثورة الجزائري، نتأهل أول المجموعة، تفاءلوا بالخير تجدوه. ويتناغم معه جروب مع الأهلي دائما وأبدا: المستحيل ليس أهلاوي، هنكسب ونتصدر ونصعد، ما عنديش شك 1%. ويكمل جروب عائلة الأهلي العزف: لا تنسوا أن نجوم الأهلي أصحاب الحسم في الأوقات الحرجة والدقائق الأخيرة. تتخطى جماهير الأهلي لقاء فيتا إلى لقاء الحسم، فيكتب جروب حلم الأهلوية: كل الدعم للأهلي، ولو شايف بتجريحك في المدرب واللاعبين إنك أهلاوي تبقى غلطان. يبدأ استنفار الجماهير من جروب عشاق الأهلي: جمهور الأهلي ده حماة، معك يا أهلي، الفريق محتاج جماهيره اللي بترجعه في الدقيقة 90. ويرد عليه جروب أهلاوي وأفتخر: عاوزين 10,000 مقاتل أهلاوي يوم السبت في برج العرب، التشجيع للأهلي فقط، عاوزينكم تزلزلوا الاستاد. ويختم جروب نادي المبادئ والقيم برسالة داعمة ومحفزة للأوروغوياني لاسارتي: 3 ماتشات تكسبهم الشهر ده يساوي تصدر الدوري والتأهل لدور الثمانية، كل الدعم مستر لاسارتي. على تويتر تؤكد الفنانة ندى بسيوني ثقتها في الفريق فتكتب: بلاش نقصوا على الفريق، ما زالت حظوظنا جيدة في تخطي عقبة المجموعات، كلنا ثقة في الفريق بإذن الله. أما المعلق الكروي الأهلاوي محمد الكواليني فكتب: قدر الله وما شاء فعل، والمباراة القادمة أمام الشبيب الجزائري حاسمة وفاصلة. وأخيرا كتب زكريا ناصف بحس لاعب ارتدى الفانيلا الحمراء: مش قلقان من هزيمة الأهلي، الأهلي متعود على الضغوط والتحديات، حقا المستحيل ليس أهلاوي، وإن السبت لناظره قريب.
وإن السبت لقريب إن شاء الله تعالى، السبت قريب وإن شاء الله تعالى جمهور الأهلي حسب العدد اللي هيتم السماح به بإذن الله اللي بنأمل إن هو يزيد عن 10,000 إن شاء الله خلال اليومين الجايين، وقت ما تتوصل إدارة النادي لموافقة من الجهات الأمنية على أي زيادة هيتم طرحها وإعلانها بإذن الله، علشان تكون مدرجات الأهلي كلها محتشدة بهذا اللاعب المهم جدا في دعم الفريق، لأنه فعلا هذه المباراة مباراة مفصلية، الفوز بها يخليك تتصدر المجموعة وتصعد دون النظر لأي حسابات أخرى بإذن الله تعالى. الناحية الفنية الأهلي أداها وقدود، الفريق الجزائري جيد جدا، بس من إمتى كان الأهلي في حاجة صعبة عليه؟ وقت ما يكون متحلي بهذه الإرادة القوية جدا وروح الفانيلا الحمراء بكل ما فيها من معاني الانضباط، التركيز، التوكل على الله، الإصرار على المكسب، التحلي بكل ضوابط الفنية والسلوكية في الملعب، ساعتها مفيش مباراة هتكون صعبة على الأهلي وجمهوره في ظهره يا باشمهندس. يا رب يا رب نوفق، ويا رب بإذن الله يعني يكون المسؤولين شايفين رؤية تسمح بإن يحصل كثافة جماهيرية أكبر من كده، وأنا متأكد إن جمهورنا هيكون عنده حسن الظن بإذن الله، واليوم هيعدي على خير وفي تعاون، ونسعد جميعا يا رب بإذن الله تعالى. مباراة كينشاسا كان فيها أخطاء، الناس ما أدركتش إن المباراة 90 دقيقة، فرص كتيرة ضاعت، ولما بتضيع بتستقبل، ولما بتستقبل للأسف بتستقبل في الدقيقة 86، يعني باقي 3-4 دقايق على نهاية المباراة حيث لا يمكن التعويض. ده الدرس الكبير جدا، المباراة مدتها 90 دقيقة، لابد من التركيز الكامل في كل وقت المباراة. ثانيا، كل ما يتاح ويلاح من فرص مطلوب المزيد من التركيز في استغلاله، لأنه فعلا غياب التركيز مع بعض الأخطاء اللي موجودة هي اللي بتضيع الفرص. مؤكد في الايام يا استاذ ابراهيم، في ايام كده تحس، واخد بالك، ان اليوم مش ماشي معاك. امبارح انا بالنسبه لي اليوم ما كانش ماشي معايا. صاحي بدري ورايا مشوار لازم اعمله قبل ما اتوجه اعمل حاجه، السكه مقفوله زي الضمنه، العربيه تتخبط، اروح المشوار وارجع محتاج بسرعه الحق اوصل معاد تاني، اروح نازل منزل غلط اتوه. يعني مش يومك اليوم ماشي معايا مش صح، مع ان انا لف وارجع روح، انا بقى انا بعمل ايه؟ عايز اعمل الصح، يعني كل شده حرصي على الصح غلطتني لما تلاقي كده لف وراها وتوهتني وخلتني العربيات خبطت يعني في ايام كده، وفي ايام تبص تلاقي اليوم سهل سموز وبيبتسم لك. نرجو ان يوم السبت يبتسم لنا باذن الله باذن الله تعالى. طيب في تحليل المباراة، يعني هو من مش صعوبات ان الجون بتاعك حقيقي، ان الكابتن علي لطفي الحمد لله شال المباراة وكان رجل المباراة، ويعني دخل ضمن التشكيلة المثالية للجولة دي، وكمان ما الخطورة انه كان يصاب، صحيح، لا قدر الله، فالحمد لله. لا ده لو اصيب يلعب يانا انت، ما هو دي حصلت في نهائي الكاس قدام المقاولين العرب، لعب شادي محمد. عايز اقول ايه لما اتعور الكابتن امين، احيانا اليوم يبقى مش عايز يديك، بتبان له ملامح، يا رب ما نشوف هذه الامارات بعد كده. طيب نشوف الكابتن وائل جمعه، صخر الدفاع الاهلي، وهو الان المحلل المهم جدا والبارز في القناه الناقله للبطوله، ازاي شايف ان ده مش يوم الاهلي؟ اي نعم، الاهلي كان قريب من التسجيل في اكثر من كوره، ولكن في النهايه النادي الاهلي يخسر هذا اللقاء ويتوقف رصيده عند 7 نقاط. كابتن وائل، نقول هارد لك للنادي الاهلي. طبعا هارد لك للنادي الاهلي، خساره ما لهاش اي لازمه بصراحه، يعني افتقدنا النهارده حاجات كتير في المباراه يا احمد، افتقدنا شخصيه الفريق البطل، افتقدنا شخصيه بطل افريقيا اللي اتكلمنا عليها قبل المباراه، شخصيه بطل افريقيا اللي يقدر يسجل من انصاف الفرص بره ملعبه. النهارده جالنا اكتر من فرصه هدف مؤكد 100% ان احنا نحسم المباراه. اخطاء دفاعيه في الفريق، في فيتا كلوب، في دفاع الفريق، في عمق الدفاع، فرص كتير كان ممكن نسجلها، وفي المقابل خطا عقبت عليه، خطا دفاعي عقبت عليه بهدف في الدقيقه 85. فريق جيد فريق فيتا في ملعبه، انما النهارده لو لعبتنا في حالتها وفي تركيزها وتعامل لسارة الشوط الثاني كان ممكن يكون افضل من كده.
اتكلمنا بين الشوطين على التغييرات، اتكلمنا عن اجاي كان لازم يخرج. مروان محسن مقدم شوط كويس الشوط الاول، الشوط الثاني حتى الفرص الخطيره هو اللي عاملها، كان بيقدر يقف على الكوره ويستحوذ ويعمل، يبقى محطه موجود للفريق. اللياقه البدنيه الشوط الثاني قلت وضحت بشكل كبير جدا. دايما في المرتدات انت قدرت المباراه بطريقه ان انت عايز تستحوذ في الاول وتحاول تخطف هدف، انت استحوذت ما خطفتش هدف، الشوط الثاني حاولت تغامر وتهاجم برضو ما نجحتش، ان انت برغم ان انت وصلت في اول ربع ساعه فرصتين كان ممكن يكونوا هدفين مؤكدين 100%، انما عوقبت على اللياقه البدنيه بدات تقل، عوقبت على موقف دفاعي غلط في الهدف. هنا علي معلول وعمرو السوليه في الهدف، علي معلول كان هو اللي مراقب الراجل اللي عمل الكوره بالعرض. علي معلول كان عنده لون مشكله في الرقابه كابتن، كان هو دايما علي هجوميا كويس، انما في دفاعيا بيحتاج ان يبقى فيه تامين. سوء حظ يعني غير طبيعي في الكوره طبعا ان هي تخبط بالشكل ده في علي لطفي. علي لطفي انا شايفه ايجابيه النهارده للاهلي في المباراه، قدم مباراه كويسه، انقذ اكتر من كوره، تعامل بشكل ممتاز. يعني الهدف فيه رد فعل بطيء شويه، انما اللاعب اول مره يلعب مع الفريق او ثاني مباراه يلعبها السنه دي مع النادي الاهلي من ساعه ما انضم للفريق. هو علي لطفي غير مسؤول عن الهدف، يعني انا الكره عملت صدمت بح محمد هاني، فهو غير مسؤول بشكل كبير. يعني انا بشوف ان اللياقه البدنيه اثرت في التوقيت ده بالذات، انما في خلال المباراه النادي الاهلي فرط في فوز كان ممكن يضمن له التاهل. لما تشوف الوضع الميكانيكي لحركه الكوره، هو وضع غريب وشاذ. الكوره دي كانها واقعه بالباراشوت جوه جول. يعني الشوطه طالعه خلاص، كل الناس شايفاها طالعه بره، تروح مايله واخده الانحناء ساقطه وراها. فحتى يعني كابتن وائل جمعه بيقول رد فعله بطيء ازاي ده شايفها في الدور الثالث. يعني ساعه ما بص لها كده كانت في الدور الثالث. ايه اللي يخليها تنزل بهذا الهدوء في المقص بالظبط كده؟ انها خبطت في رجلها. عشان اليوم مش ماشي صح معاك، لان الكرة دي خبطه وهو شاط خبطت في رجل هاني وهو بيحاول يتصدى له، راحت عامله البند ده عشان تاخد السرعه وتنزل في الجون بالمنظر الغير متوقع عكس سير المباراه. يعني خلاص ما اللي حصل يعني اكتر من كده يبقى في نوع من تضييع الوقت. وانا تملي يا استاذ ابراهيم، وده النقطه اللي بتخليني يعني احنا وانت ومية المية بيحصل معاك كده، وانا جاي وانا وبقولها للناس كل واحد، هنشوف ايه النهارده، شفت مين قال ايه، هنرد نقول ايه. الناس بقت مترقبه التحفيل. وانا قلت لهم ده مش دورنا، دايما بقول لهم ده مش دورنا. انا لو انشغلت يا استاذ ابراهيم بغيري يبقى بعمل الغلط اللي غيري عامله معايا طول عمره. انت فكر في نفسك، فكر في موقفك، فكر في تقدمك. ما انت لو تقدمت يبقى انت خلاص الاول، مالكش دعوه بقى التاني ده كان بيعمل ايه. انت فكر في نفسك. دائما كنا بنلوم، انت كل ما تتكلم علينا. مش عايزين نعمل كده خلاص، ومش عايزين نقعد كمان نقعد نقول حصل كذا في الماتش الفلاني، حصل كذا في الماتش الفلاني. قفلنا الصفحه دي، يبقى كل تركيزنا عندنا فرصه وحيده هي اللي في ايدنا، وفرصتين بس اللي مش في ايدنا. الفرصه الوحيده انك تكسب، يبقى اشتغل عليها، اشتغل على الفرصه الوحيده من هنا للي جاي. وده اللي بيعمله الجهاز الفني، ضروري انه يعني مكافئ على مشاكل الفرقه وعلى الفرقه عشان يخش جاهز بدنيا وجاهز فنيا، ما عندوش اصابات، يختار التشكيل الافضل. انا مش مع الناس في فكره سوء التشكيل. الفريق غني باللعيبه لدرجه ما يبقاش فيه سوء تشكيل لو لعيب لعب مكان لعيب. سين قريب من صاد. ما فيش حاجه اسمها سوء تشكيل. ما تقعدوش تخترعوا حاجه مش موجوده في الماتش تسببوا عليها الاسباب. شو يعني ما يبقى ده انت في الماتش اللي احنا تفخرنا بيه اهم اتنين لعيبه جولنا في الماركاتو الشتوي قاعدين بره، وعملت ماتش رائع جدا. ليه اللعيبه قريبه من بعض؟ ولما يبقى الفريق منظم وتكتيكيا منضبط يبقى ما فيش حاجه اسمها سوء تشكيل. فارجو ان احنا كل ده نفكر فيه لمصلحه الفرقه ونسيطر على غضبنا شويه. هو غضب
هو انت لما بتزعق لابنك لما يجيب نمره وحشه انت عايز تضايقه؟ بس بتضايقه، انت مش بتضايق يعني، مش عايز تضايقه لكن بتضايقه وبتحبطه. بتضايقه وانت متضايق. والله ساعات بتضايقه لانك زي ما بيقول ايه، تنفث عن غضبك. تنفث ولا تنفث؟ تنفث. تنفث عن غضبك، فانت غضبان بتفك في اللي قدامك وخلاص. لا، الحكمه الكاظمون الغيظ، هو ده بقى النضج، الروقان بقى، النضج بقى، والثقه في انت بتثق في الاهلي وشايفه مختلف. وريني بقى ثقتك دي، وريني ثقتك. طيب، الناس اللي كان عندها كل هذه الثقه بعد الفوز المتتالي للاهلي في 9 مباريات متتاليه في الدوري ووصول مستوى الاداء الى الدرجه الممتعه جدا والمبدعه جدا امام بتروجيت، هي نفسها عن نفس الاشخاص وعن نفس اللعيبه اللي رجعت تنتقد وتلوم وتعنف وتهاجم زي ما المهندس عادل قال، عن نفس اللعيبه وعلى نفس المدرب. ليه؟ لان كره القدم لا تعترف الا بالنتائج، لكن مع بعض التحليل مع بعض الهدوء تعرف انه ما دام انت اديت اللي عليك خد بالاسباب وقصرت، لو حصل تقصير حصل خطا. الصح بقى ان انت عارف الخطا فين، طول ما انت عارف الخطا مصدر التقصير ده جه منين يبقى انت ماشي صح وهتقدر تعالج هذا الخطا. اعتقد الجهاز الفني مدرك لكل الظروف. مباراه كينشاسا كان فيها ظروف كتيره، طبيعه الاداء في الملعب، ارضيه الملعب، دي مش مبررات، دي مش مبررات. انا قلت في البدايه لعيبه النادي الاهلي لعيبه ليها حجمها وليها ثقلها وليها اسعارها وليها قيمتها اللي يخليها تنهي اي مباراه بدري بدري. اللي حصل في كينشاسا ارصد ودن مهمه جدا، اسبابها ايه؟ الجهاز الفني يعلمها اكتر من اي حد، وهو اشد الناس حرصا على تصحيح المسيره بسرعه وانقاذ الفرصه الافريقيه ان شاء الله. بعد ما شفنا راي الكابتن وائل جمعه في اللي حصل في كينشاسا، نشوف راي الكابتن عبد الكريم بيرا ايضا في نفس استوديو التحليل. وائل، يتحدث كابتن عبد الكريم عن شخصيه اللاعب، شخصيه البطل، هل العناصر الموجوده في ارض الملعب للنادي الاهلي لانها معظمها عناصر جريده لا تمتلك شخصيه الفريق القادر ان يفوز خارج ميدانه؟ لان الفريق الذي يفوز خارج ميدانه هو الفريق الاقرب للفوز بالبطوله. صح. ان ما تقول لي ان فاروق يفوز بالبطوله وهو لا يستطيع ان يفوز خارج ميدانه. اكيد الفوز خارج ميدانك هو اللي يدعم حظوظك ربما ويقوي شخصيتك، ولكن في المقابل انا اعتقد انه عدم استثمار في العديد الكثير من الفرص من طرف فريق الاهلي من خلال هذه الفرصه وفرص اخرى كذلك عده مرات كان في الثلث الاخر. وفي هذه الحاله هذه فرص سهله كابتن، في هذه الحاله مسؤوليه اللاعبين، لانه صح فيه اخطاء فرديه واخطاء مشتركه في الدفاع، ولكن في الهجوم لما تكون عندك واحد ضد واحد في هذه الحاله مثلا، هنا قيمه اللاعب مثلا في النجاعه الهجوميه عدد، لانه في بعض من الاحيان دفاع وعمق دفاع فريق فيتا كلوب انكشف، والمرتدات والهجمات السريعه لم تستثمر. ونقول انه جهه معلول اشتغلت اكثر من جهه الظهير الايمن محمد هاني. المفروض لما لكن الجهه اشتغلت هجوميا لكن دفاعيا كان في مشكله. اوكي معليش، احنا من الجانب لما نرجع للهدف بحد ذاته ونحول كيف نشخص هيكله الهدف كيف يستقبله فريق الاهلي، ونقول في المقابل فيه مبينجي دار شغل كبير صراحه. ولما تشوف دفاع فريق فيتا كلوب، خط الدفاع خاصة والحارس، عرف يفسخ حالات تهديفية، وهذا هو الفريق نوعا ما اللي يعني يستحق الاحترام. شوف حارس المرمى في ظروف صعبة فسخ أكثر من حالتين اللي كانت قادرة يسجلها فريق الأهلي، ولكن في المقابل لو نشوفوا الهدف كيفاش سجل، تموقع والانتشار كتلة الفريق الأهلي كانت بامتياز، لأنه الخطوط كانت متقاربة، ولكن موغانغو تفكيره وذكاؤه هو كان عارف في محور الميدان الكرات القصيرة الخطوط كانت قريبة كثير. شوف لهنا يلعب كرة طويلة على الجنب، لأنه في هذه الحالة هم حسوا أنه فيه فراغ من جهة معلول، ومعلول بحكم أنه يشارك كثير في الجانب الهجومي في التحول الدفاعي
وكما تفضل اخي جمعه انه الناسق ارتفع خاصه في الربع ساعه الاخير، وشفنا بعض من اللاعبين ما قدروش يواكبوا هذا الناسق. في هذه الحاله الاخطاء انا نقول مربع فرصه سجلوا هدف، ولكن كيف سجلوا هدف؟ الكرة ما مرتش من وسط، الكرة مشات مباشرة الجهة اليسرى، قلنا أنه معلول ضروري دفاعيا ضعيف. أوكي. ولكن تشوف أنت اللاعب اللي سجل هدف اللي هو كاسيندا يعني سدد، وحتى نقول أنا محمد هاني دار تاكلينج دفاعي يعني باش يحطب الكرة، غيرت مسارها. أنا نقول مربع فرصة سجل، ونشوفوا الأهلي ما يلوم إلا نفسه، لأنه المنطق يقول أنه الأهلي المفروض هو اللي يفوز. خلاص نعرف إكسبريشن لازم نستخدمه، شخصية البطل غابة. اللعيبة كويسة بس ما عندهاش شخصية البطل والفوز. يعني وهو بيتكلم كان في فرصة ثلاثية من نفس اللعبة، كرة بالهيد الجون صدها، رجعت للمهاجم المفارد في 6 يارد حطها ارتطمت رجعت. اليوم مش عايز يمشي يا استاذ ابراهيم. انا ما بقولش ان 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 يعني اللي ده كان نموذجي، لكن كان لو في شيء من التوفيق يعني هو ده جون اللي داخل فينا دي، هنقعد نتكلم اللعيب الذي احرز الهدف. كوره خبطت ونازله بكده علقت، طلعت من فوق ونزلت ورا ظهره بالمنظر ده، مش كوره متشط عشان انا الوم اقوله ما عملتش عليها تراي، ده هي طلعت فوق خلاص رايحه فين. فاليوم خلاص احنا بقى شخصيه البطل مش تبان في الماتش اللي فات او افتقدناه الماتش، شخصيه البطل عايزينها بقى فيما هو اتي من المباراه. طيب لانه فعلا احنا ثقافتنا بغبغائيه بجد، كل يومين في كلمه في السوق ماشيه هتلاقي الكل بيقولها، اصل شخصيه البطل غابت فكله يستسهل. طب شخصية البطل تكمن في انه البطل لا يرهب احد، مش كده؟ طب انت بعد الدقيقة 86 مش مضيعين فرصة في الدقيقة 90؟ لا انا بس انا هقول لك على حتى شخصية البطل في كينشاسا، البطل لا يرهب احدا على الاطلاق، ما يخافش يلعب بره زي جوه، يلعب في اي مكان لانه بطل. طيب هي شخصية الاهلي كبطل غابت في كينشاسا ولا كانت موجودة؟ هل الأداء كان فيه رهبة وخوف وجبن، ولا كان فيه جرأة وهجوم ومواقف وفرص؟ إذا كنتوا بتلوموا لعيبة الأهلي على إهدار الفرص، يعني ما خافوش، يعني كانوا بطل برضو، يعني شخصية البطل كانت موجودة. شخصية البطل تبقى مش موجودة لو تحول إلى واحد مذعور خايف مش قادر يهاجم، اتهز جامد، كل ده دي مقومات حد مش بطل. لكن مقومات شخصية البطل انه بيقدر يفرض كلمته في اي مكان، هو عمل كده في كينشاسا بالمناسبة، بدليل ان انتوا بتلوموا اللعيبة على الفرص اللي ضاعت. الفرص اللي ضاعت دي ضاعت نتيجة لأداء هجومي ومواقف هجومية وفرص تم صناعتها. ده في كرة اللي اتلعبت، في اسباب لضاع الفرص اللي نتكلم فيها، اللي هيئها رمضان ولا مش عارف لمين، لعلي معلول. ما هو ده منتهى الرؤية، يعني ما فيش حتى رعونة هنا. اللي عملها كده داس عليها ومن ناحيه الشمال واتشطت ضعيفه في وسط الجون. كوره اللي انت قلت لي رمضان، بعدين قلت لي لا ده علي معلول. طيب وغيرها كتير، لانه لما نتكلم على انه الفرص اللي ضاعت كتيره، يبقى ارجوكم خدوا بالكم ان انتم متناقضين. ما اقدرش اقول ان شخصيه البطل غابت وفرص كتيره ضاعت، انا كده دي رايحه وجايه. الفرص ضاعت لان انا كنت بهاجم، يعني كانت عندي هذه الجراه، يعني كنت فعلا متحلل بشخصيه البطل. في تسرع ممكن، في تسرع، في غياب تركيز، في وقفه غلط، في عدم تعاون، في انانيه، في اسباب تانية غير غياب شخصيه البطل اللي بان اللي ماشي اليومين دول. بس عموما لان احنا قلنا هي ايضا كفتنا الكلام عند التحدي، قلنا لكم هي جماهير الاهلي، هي جماهير الاهلي بوعيها وبمساندتها التاريخيه للاهلي وادراكها لمسؤوليتها في اي لحظه يمر بيها الاهلي واي ظرف صعب يمر بيه الاهلي، تلاقوا الوعي الشديد جدا والخوف على الاهلي واحتضان فرقته. حاليا هاشتاج بيتصدر تويتر
جمهور الاهلي يثق بلاعبيه. بص يا استاذ مكسر الدنيا على تويتر. لما جمهور الاهلي يثق بلاعبيه. هو ده الدعم. اهو انتوا شايفينه. ده يتصدر تويتر الان. باذن الله. واللي وراه 70,000 لمباراه الثوره. ده مطلب جماهيري. واخد بالك؟ لكنه فعلا ان يكون الجمهور عنده هذا الحرص وهذا الاحساس بالاهلي هو ده اللي بيغنينا الكلام عند اي تحدي، وهو ده اللي بيحسسنا بالاطمئنان الدائم على الاهلي. لما بنوجه رسائل للجماهير وبنرجوها وبنطلب منها ليس نقدا للجمهور او سلبا لحق من حقوقه. عشان الناس برضو ما تقولش الكلام بالطريقه، انما ايضا ثقه منا في جماهيرنا. الجماهير بتثق في لعيبتها واحنا بنثق في جماهيرنا، وبنثق في جماهيرنا وطالبين منهم ادوار. فاحنا مش بننتقص من حقهم في النقد، لكن احيانا بقول وجهه نظري انا، النقد ساعه لما يزيد عن حد وساعه الخطا بيجيب احباط للي انت بتنقده، مش بينقذه من يعني الاحسن دلوقتي نقول له حلو قوي بنثق في جمهور في لعيبتنا، بنثق فيكم، يلا عوضوا لنا الكلام ده. انت عارف زميلنا محمد مصطفى بيقول لي دلوقتي اللي باعت هذا التفاعل وهذا الهاشتاج اللي على تويتر عالي جدا برضو واحد من الاهلاويه الجمال في الاسماعيليه، محمد اليماني. يعني حتى التفاعل. انا عايز اعتذر لمحمد اليماني والنبي بما انك ذكرت. كان عنده ظروف وفاه. عنده ظروف والراجل عزنا ولا. وبعدين كل مره اقول لازم نطلع نعزي، وهو رجل لا يقصر الحقيقه، اهلاوي ولا يقصر مع النادي الاهلي. الاهلاوي في الاسماعيليه دي عمليه. ده عمليه مهمه انك صحيح. انت تجاهر باهلاويتك في وسط ناس عندها بعض الحساسيه، لكن انا بعتذر له وبنعزيه وبنقول له وبنحييه على هذا التفاعل. معلش بقى يعني سامحنا. طيب لسارتي واحد كان من اللي نالوا قدر كبير جدا من الاشاده، ناس كتيره الفتره اللي فاتت اتكلمت على انه ده المطور والمغير والمعدل للفكر الكروي بتاع النادي الاهلي، وانه بصمته اللاتينيه ظهرت في الاداء الممتع في فرقه الاهلي. بمجرد ما فرص ضاعت في كينشاسا وحدثت هذه الهزيمه العارضه، وانا مصمم على انها عارضه باذن الله، الناس انتقدته. والغريب جدا ان انت لما بتنتقد ما بتنتقدش اداء في يوم، انت احيانا الانتقاد بينتقد للقيمه نفسها. لا ده ما عندوش فكره، لا مدرب ما ينفعش، لا ده راجل فاشل، لا ده يمشي، بعد ما كان واحد من المطورين والمحدثين واللي عاملين طفره كبيره جدا. بس هو ده الانفعال، وهو ده التفكير الانفعالي، وهي ده تفكير اللحظه اللي ممكن الواحد يكون واقع فيها تحت مشاعر غضب. فرحه جامده جدا طبعا. فحتى مشاعر الفرحه تاخدك للتهويل الجامد، ومشاعر الغضب تاخدك ايضا للاحساس المفعم جدا بالاحباط. في الحالتين كل ده تفكير لحظي غير دقيق وغير سليم في المرتين. نشوف بعد هذه المباراة الكابتن وائل جمعة كيف يرى دور لاسارتي مع الأهلي في الفترة الماضية ومسؤولية اللعيبة عن الفترة اللي جاية. هل مارتن لاسارتي يتحمل اليوم الخسارة بسبب طريقته الدفاعية خارج ميدانه، أو نقول عدم ثقة اللاعبين في أنفسهم في خارج الملعب؟ لأن الأهلي حتى الآن مع مارتن لاسارتي لم يتفوق في أي مباراة خارج ميدانه. يعني سبب رئيسي. أنا كلمتك أن اللاعبين دايما هم الأدوات بتوع المدرب. المدرب دوره أنه يوصل اللعيبة لمنطقة جزاء الفريق الآخر ويوصلهم لمرمى الفريق المنافس، وهم يتعاملوا مع الكرات. شايف ان المدرب دوره انه يوصل اللعيبه زي ما بقول لك، وانت النهارده كمدرب واللعيبه وصلت اكتر من مره لمرمى فريق فيتا، واضاعوا اكتر من فرصه مؤكده يا احمد. انما الفرصه لسه موجوده ان شاء الله في المباراه بتاعه شبيبه الثوره، المباراه الاخيره. انما انت
اديت امل كبير لكل الفرق اللي موجوده في المجموعه طبعا. ان هي يبقى عندها امل كله. عشان كده اتكلمنا على ان النادي الاهلي في مرحله بناء لسه فريق باللاعبين اللي جم في يناير. النادي الاهلي في مرحله بناء فريق، انما انت عندك الفرصه ان انت كنت تتاهل وتوصل طيب. للدور اللي بعد كده. والسؤال المطروح من يعني من فريق الاعداد، الاهلي دفع ثمن الفرص الضايعه اليوم؟ اكيد ما يعني دفع ثمن الفرص الضايعه بشكل، ومعنى ان انت بتوصل يبقى المدرب بيشتغل، المدرب بيوصل اللعيبه، اللعيبه لازم يبقى فيه اصرار شويه، والاصرار ده اللي احنا اتكلمنا فيه جزء الشخصيه، الاصرار على احراز الفرص، انت من نص فرصه لازم تسجل. الفريق الكونغولي بنتكلم ربع فرصه سدد كوره، كان عنده الرغبه دايما في اخر ربع ساعه، شفنا اكتر من مره وصل للمباراه. فرص كتير جدا، اللعيبه مش عايز اقول برعونه انما باستعجال، وهي دي ده فرق الشخصيه بقى بين لاعب ولاعب. كان عندك عماد متعب، كان عندك فلافيو، كان عندك اسماء موجوده في خط الهجوم، كان عندك ابو تريكا يعني من اقل الفرص يسجل. وده هيجي مع اللعب، وده هيجي مع المباريات الكتير للمجموعه اللي موجوده، مش عايزين نقصوا عليهم اكتر من كده، انما في لعيبه كويسه في النادي الاهلي محتاجه مباريات كتير. لاسارتي مع الوقت، مع الوقت بيكتشف، يكتشف يعني ايه افريقيا، لكن مصمم هو يكتشف يعني ايه صعوبه. دي ثالث مباراه ليه في افريقيا، افريقيا خارج ملعب، فيعني مش عايزين برضو نقصوا عليه جدا، انما بيشتغل وبيشتغل صح في النادي وماشي بشكل كويس في الدوري، عنده مباريات كتير فاز بيها ورجع النادي الاهلي لفورمته في الدوري، وما زال مستمر في الوصول للصداره. انما النادي الاهلي زي ما بقول لك فيه لعيبه كويسه جدا، مع عوده الخبرات اللي غايبه حسام عاشور وشريف اكرامي ووليد سليمان، هيضيفوا للمجموعه اللي موجوده دي رامي ربيعه عنصر مهم محتاجينه، ثنائيه ايمن وسعد. انا النهارده سعد لازم نشيد بيه، عمل مباراه كبيره جدا النهارده سعد، قدم مباراه كويسه، وهو ده المنتظر من سعد، ولازم يظهر كل مباراه بالشكل ده. دور المدرب، وانا اتفق تماما، وكنت تملي بقولها لك وبقولها لنفسي وبقولها لكل الناس، طالما ان انا تكتيكيا بقدر اوصل الفرقه للحارس المرمى يبقى انا دوري عملته كويس. احيانا الناس تنتقد تقول لك ما غيرش فلان، ما غيرش فلان، ما غيرش فلان، ها؟ يوم يجي فلان ده في اخر وقت هو اللي يجيب لك الجول. يبتدي يقول لك والله ده كان عنده بعد نظر. طب لما جابش الجول يبقى يخرج كان عنده قصر نظر وخطأه. فاللاسارتي مش عايزين كل يتقيم شوط بشوط كده. طيب علي لطفي، ولما بقول علي لطفي لازم أنا اقول طارق سليمان، لانه مدرب حراس المرمى لما يكون عنده ثلاث اجوان محافظ على جاهزيتهم وتجهيزهم باستمرار لازم يستحق التحيه. مش سهل ابدا ان انا عندي جونين دوليين شريف اكرامي والشناوي يتعوروا واستعين بالحارس الثالث فيتم اختياره في الوقت البديل اللي لعب فيه ضمن التشكيله المثاليه عن هذه الجوله في افريقيا. يعني الثلاث جوان ما شاء الله جاهزين الى درجه خلت علي لطفي الحارس رقم ثلاثه يكون في التشكيله المثاليه اللي تم اختيارها. التجهيز المعنوي من اهم من البدني يا استاذ ابراهيم. في الجوله الخامسه تشكيل سوفا سكور الموقع العالمي المتخصص في احصائيات كره القدم اختار علي لطفي في التشكيله المثاليه للجوله الخامسه في دوري الابطال، شارك علي بديلا للشناوي زي ما قلت لحضراتكم، وقدم مباراه الكل شاف انه كان فعلا واحد من نجومها، تصدى لاكثر من فرصه خطره من اصحاب الارض واستحق بشكل كبير جدا هذا التالق. هنشوف بعض الصدات بتاعته. اعتقد حارس طمأن الناس على عارين النادي الاهلي، وانا بطمئنكم اكتر بالنسبه للمباراه الجايه، علي لطفي في احسن حاله، وش الناوي زي ما اكد لك كابتن سيد عبد الحفيظ على الاقل هيكون موجود على الدكه ان شاء الله، فما فيش اي قلق وما فيش اي احساس باي شيء ان شاء الله يتعرض له الفريق في اي حركه. الكره دي اللي فاتت دي بالذات ما هي في نفس الزاويه بس بتشاطر، بيقدر يعمل عليها تراي. الكره اللي جت جون مش يعني طالعه خلاص، هي بعيده قوي، حظه ان هي لما علقت نزلت وراها، حد حدفها من البلكونه نزلت نزلت وراها. طيب طارق سليمان في رايه في علي لطفي، علي لطفي علشان الناس تبقى مطمنه، هو جاي من انبي حارس كبير، اختير للمنتخبات قبل كده، لعب منتخب اولمبي قبل كده، لعب منتخبات ناشئين، شارك مع انبي في البطوله الافريقيه كتير، شال انبي في مباريات كتيره وكبيره، فبالتالي
ما هوش حارس تنقصه الخبرة، بالعكس عنده هذا القدر عالي، عنده رصيد خبرات جيد جدا وعنده شخصية هايلة جدا. طارق سليمان رأيه في علي لطفي مش دلوقتي علشان محتاجه، لا، في 21 يناير الماضي يعني بتتكلموا من حوالي شهرين فاتوا، كان طارق سليمان اتكلم عن علي لطفي ده تحديدا في الراديو. نشوف رأي طارق سليمان في علي لطفي قبل ما يحتاجه ولا يتزنق له، لأن الكلام دلوقتي ممكن يبقى فيه تأهيل وتدعيم نفسي، لا، وقت ما كان شريف والشناوي اللي بيلعبوا. نشوف طارق سليمان كان رأيه في علي لطفي ايه. أسألك على علي لطفي، علي لطفي وتجميد عن حراسة مرمى نادي انبي، لما كلمته قلت له ايه؟ انا علي انا اعرفه، انت عارف ان انا اشتغلت في النادي في نادي انبي 2012 مع كابتن حسام. ايوه فعلي لطفي انا عارفه كويس يعني، انا مرنته حوالي 6-7 شهور، فانا عارفه كويس جدا جدا يعني. هو الجول كويس وشخصيته كويسه جدا برضه، مهم قوي كابتن ان احنا بنركز على الشخصيات، عارف النادي الاهلي بالذات طبعا بيبقى مطلوب قوي موضوع الشخصيه ده، فانا شايف ان علي شخصيته واسلوب ادائه، والولد جول كويس وعنده قدرات فنيه عاليه جدا، فاسلوبه وشخصيته تنفع تمشي وتتماشى مع 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 النادي الاهلي يعني. يعني اهم كلمه قالها، انا لسه بقول لك ايه، والتاهيل النفسي ده له علاقه بشخصيه اللاعب. اللاعب اللي ما عارف ان ساعه ما تجيله فرصه يبقى هو قدها ومش منشغل باي حسابات، مش واقف في الجون بقى ويقول يا رب وفقني احسن ما وفقتنيش النهارده، مش عارف يحصل لي ويحصل لي ويحصل لي، انا ما صدقت الفرصه جات لي، وهو سرحان كده يلبس الجون. انما انا لا، ده انا مسؤوليتي دلوقتي ان انا قدراتي تبان ومركز الشخصيه. طيب هل في ازمه في حراسه مرمى النادي الاهلي ولا لا؟ لو سالنا حد في الجهاز هيقول لك مفيش ازمه لانه في الجهاز. طب اللي بره الجهاز رايه الموضوعي، هل وائل رياض شيتوس نجم الاهلي السابق وواحد من اصحاب التجارب التدريبيه الجيده شايف انه الاهلي في ازمه في حراسه المرمى؟ شيتوس اتكلم لأون سبورت، نشوفه. لو الثلاث حراس لما كانوا كمان الثلاث حراس سلام وما عندهمش اي مشاكل كان بيتقال برضه ان في ازمه في حراس المرمى في النادي الاهلي. فهي الازمه ما اعرفش مين اللي صدرها، محمد الشناوي حارس كبير كويس طبعا، شريف اكرامي حارس كويس، علي لطفي كان بيقدم مستويات هايله مع امبي وابن منتخبات برضه، فالثلاثه مميزين، انما في حاجه في تصدير للاعلام الرياضي او من الاعلام الرياضي او في تصدير للشارع المصري ان في ازمه حراسه مرمى مش في النادي الاهلي بس، في مصر كلها في مصر كلها. بس الاهلي مختلف، هقول لك ليه. محمد الشناوي مصر كلها اتكلمت عليه وان هو جايبه قوه ومان اوف ذا ماتش في ماتش اورجواي وشخصيه الحقيقه محترمه وحارس مرمى كبير. اما جه في وقت من الاوقات شريف ما كانش موفق او انخفض مستوى لعب الشناوي، وكان الجميع متوقع ان الشناوي بعد كاس العالم الامور هتختلف، اهتز شويه مستوى الشناوي مع اهتزاز او عدم قناعه الناس الفتره الاخيره باداء مستوى شريف او بيجي على فترات، فابتدت الناس من هنا اكيد تنادي، لان لو شريف واقف على رجله بشكل جيد الشناوي واقف على رجله بشكل جيد عمر ما الناس هتقول كده. الناس من ساعه ما الحضري مشي من الاهلي وهي بتقول كده، لا بس كل حارس مرمى جه بعد عصام الحضري في النادي الاهلي الناس بتشكك فيه، والمشكله ما بقتش عند حراس المرمى، المشكله بقت في التقييم بقى سريع جدا من الـ من الـ من الشارع المصري او من الجمهور. بقى تقييم مش عايز اقول بالقطعه لان هم ما بيستناش القطعه، ده تقييم في المباراه، ده في المباراه ذات نفسه، ده ممكن الشوط الاول يطلع. لكن انت شايف اشيز ان هم مش في احتياج؟ لا مش في احتياج، مش في احتياج، الامور ماشيه بشكل، حتى لو في اصابه عند شريف او عن شناوي تطول. لا هي الاصابات دي قصه ثانيه، انما انا بتكلم ان الثلاثه لو الثلاثه سلام النادي الاهلي ما عندوش ازمه في حراسه المرمى. ما يعني فن تصدير الازمات للاهلي شيتوس. انا باخد جمله كده من كل واحد. شيتوس كان هايل فيها ولكنها فن تصدير الازمه. الاهلي عنده ازمه حراس مرمى، الاهلي عنده ازمه حراس مرمى، يوم يطلع منتخب مصر سواء في الامم الافريقيه او في كاس العالم وهو بحراس مرمى النادي الاهلي. فالحقيقه نخلي بالنا كلنا من عمليه تصدير الازمات لينا وما ننسخش فيها. طيب السبت ان شاء الله الساعه 6 في استاد
الجيش في برج العرب، مباراة مهمة جدا للأهلي مع شبيبة الثورة. هنشوف مع حضراتكم المجموعة في هذه البطولة. الأهلي عنده 7 نقاط، شبيبة الثورة عنده 8 نقاط، فيتا كلاب عنده 7، وسيمبا التنزاني عنده 6. إيه اللي هيحصل يوم السبت؟ الأهلي بيلعب مع الثورة في برج العرب، بينما سيمبا بيستضيف في ملعبه فيتا كلاب. طيب سيمبا التنزاني بيلعب في ملعبه، لو كسب المباراة الستة بتاعته هتبقى 9، يعني فيتا كلاب باعتبار ان دي الارض فده الاقرب للمنطق ان سيمبا التنزاني يكسب فيبقى 9 نقاط. فيتا كلاب عنده 7، هيقف عند 7، يبقى سيمبا عنده 9. باذن الله تعالى الاهلي يكسب المباراة، السبعة هتبقى 10، يبقى هيصعد الاهلي وسيمبا التنزاني، الاهلي اول وسيمبا التنزاني الثاني. اي فوز للاهلي يديله باذن الله تعالى الصدارة ايا كانت النتيجة الثانية، لانه سيمبا عمره ما هيوصل اكتر من 9، وفيتا كلاب لو كسب هيبقى 10. هتقول لي طب ما لو فيتا كلاب كسب هيبقى 10، هيبقى تساوى مع الاهلي لو الاهلي كسب 10 و10، بس المواجهات البينية بين الاهلي وفيتا كلاب هي اللي صالح الاهلي. انت كسبت هنا 2، خسرت هناك 1، فالمواجهة البينية للاهلي مع فيتا كلاب محسومة للاهلي. اذا لو تساووا في 10 نقاط برضو الاهلي الاول. اي فوز للاهلي باي نتيجة يوم السبت ان شاء الله تعالى يضمن له الصدارة او التأهل كاول المجموعة. يقول لي طب ايه الفرق بين الاول والتاني؟ مادام كده كده هيصعد. لا تفرق كتير جدا فنيا، لانه في النظام الجديد للبطولة انت هتعمل قرعة، هتحط الاربع اوائل مجموعات وترمي عليهم التواني، فبالتالي مفيش اول هيلعب اول، اي اول في المجموعات هيلعب تاني باستثناء مجموعته، يعني مش هيجي معاه تاني المجموعة بتاعته، هترمي عليه واحد من الثلاثة التانيين. فبالتالي ان انت تطلع اول المجموعة دي مسألة ليها ميزة شوية من الناحية الفنية نسبيا في دور الثمانية. الفوز بأي نتيجة يدي لك الصدارة. طيب المباراتين خلصوا التعادل، احنا بنستعرض النتائج المتاحة، لو المباراتين خلصوا بالتعادل السبعة بتاعت الأهلي هتبقى 8، بس شبيبة الثورة الثمانية بتاعته هتبقى 9، يبقى كده شبيبة الثورة عنده أفضلية. طب سيمبا التنزاني لو تعادل الستة هتبقى 7، وفيتا كلاب السبعة بتاعته هتبقى 8، هيصعد شبيبة الثورة كأول والأهلي كتاني، لأن هتبقى المفاضلة بين الأهلي وفيتا كلاب 8، وفي الحالة دي الأهلي له أفضلية في النتائج البينية، يبقى الأهلي المكسب بإذن الله تعالى. وأتمنى أنه اللعيبة فعلا مفيش حاجة اسمها 1-0 واستنى ودافع واتعرض لأي حرج. الأهلي على رأي ألان هاريس المدرب الإنجليزي اللي كان جيل الأهلي في التسعينات، كان له مقولة شهيرة جدا خلت فرقة الأهلي تبقى عندها شراسة هجومية. بمثل إنجليزي كان بيقول إذا نزلت واحد وجرحته اقتله، ما ينفعش تجرحه وتسيبه ينزف فهيستجمع قواه وجرحه وهينقض عليك في لحظة ما. ما تسيبهوش ينزف، ما دام اخترت إن أنت تنزله خلص عليه، ما دام اخترت إن أنت تلعبه جبت جون هات التاني هات التالت هات الرابع اقتل المباراة. لكن جون ونفضل مكتفيين بكده وبندافع وفجأة في آخر المباراة تحصل مثل الإنجليزي شرس. ما هو الإنجليز أنت اخترت إن أنت تنازله، هي مش دعوة لكن أنت ما دام اخترت إن أنت تنازل اقتل، ما تعورش حد، إنما هتشكوا تشكوا وتفضل تتدلع فالجرح يفضل ينزف عليه ورمح قايم منقض عليك في لحظة ما قتلك. ده كان فلسفة ألان هاريس في قيادته للأهلي في التسعينات. فالتعادلين يخلي الأهلي عنده 8 نقاط، بس يخلي كمان فيتا كلاب عنده 8، يصعد الأهلي بفارق النتائج البينية كتاني بعد شبيبة الثورة اللي وقتها ممكن أو هيوصل ل9 نقاط. لكن يحصل تعادل في برج العرب ويحصل فوز لأي من الفرقتين هيعدوه في تنزانيا، أي اللي هيكسب فيهم هيعديك. فبالتالي مهندس عدلي بدأ الحلقة، قرارك في إيدك، قرارك في رجلك،
عندك الفرصة ان انت تحسم كل امورك بنفسك ان شاء الله. شبيبة الثورة بالتمانية، الاهلي سبعة، فرص التأهل حكيتها لكم كاملة والجدول شفتوها. الجولة دي الثورة كسب سيمبا التنزاني في الجزائر 2-0، وبالتالي انعش اماله ودخل في الصورة بقوة. وطبيعة الكرة الجزائرية زي ما انتم شايفين، حتى وان كان شبيبة الثورة فريق جزائري من الفرق الجديدة، لكنه نتائجه ودايما وابدا الفرق ديت بتتحط في الحالة، ما دام اتحطت جوه الحالة الدنيا ماشية، فهتلاقي في مستوى بيرتفع وفي طموحات بتكبر والناس بتصدق نفسها وقوة الدفع بتبقى شديدة، فدايما تعمل لها حساب. اعتقد لسارتي والجهاز الفني عندهم من الخبرة والدراية بفحص الفريق الجزائري والتعامل معاه بإذن الله تكتيكيا بشكل يحسم هذه المواجهة. دي المجموعة الخاصة بفرقة الأهلي وفرص التأهل عنها، هي المجموعة الرابعة. المجموعة الخامسة يا باشمهندس، سان داونز الجنوب أفريقي بيتصدرها، دي المجموعة الأولى. دي المجموعة الأولى، نتائج الجولة الخامسة فيها أسك كسب الوداد 2-0 وسان داونز كسب لوب ستارز 3-0 في الجولة الخامسة. بقى سان داونز عنده 10، الوداد عنده 7، وأسك ميموزا عنده 7، ولوب ستارز النيجيري عنده 4. الجولة الأخيرة يوم السبت الوداد هيلعب مع سان داونز، الوداد عنده 7 وسان داونز 10، الوداد لو كسب هيبقى 10. لوب ستارز هيلعب أسك، أسك عنده 7 بس هيروح نيجيريا. لوب ستارز لو كسب الأربعة هتبقى 7، مش هتفيده بحاجة، لكن أسك لو كسب أو تعادل، لو كسب هيبقى 10، هيصعد مع أو هيبقى فيه 3 عشرات. سان داونز لو خسر هيقف رصيده عند 10، الوداد هيرتقي ل 10، وأسك لو فاز بره الأرض هيبقى 10، هيبقى فيه النتائج البينية فيما بينهم. المجموعة الثانية، الترجي الرياضي حامل اللقب، ضمن التأهل ب 11 نقطة لأنه حوريا كوناكري الغيني ورا منه 7، وأورلاندو بيراتس 6، وبلاتينيوم الجنوب أفريقي 2. لكن في الجولة الحالية الترجي كسب حوريا 2-0، وأورلاندو كسب بلاتينيوم 2، اتعادلوا 2-2. الجولة الأخيرة الترجي طالع في فسحة في بلاتينيوم، وحوريا كوناكري هيلاعب أورلاندو. الجولة أو المجموعة الثالثة، الرياض القسنطيني الجزائري 10 نقاط، مازيمبي الكونغولي 8، الأفريقي 7، والإسماعيلي نقطتين. الملاحظ أنه الكرة الجزائرية بدأت تقدم وجوه جديدة. الرياض القسنطيني فريق حديث العهد على المشاركات الأفريقية في المراحل المتقدمة، وأيضا شبيبة الثورة الجزائري نفس الشيء. احنا الذاكرة الرياضية المصرية بتحوي المولدية، شبيبة القبائل، حتى في الكونفدرالية مع الزمالك عندهم حظوظ. بالظبط، فواضح ان الكرة الجزائرية في السنوات الأخيرة رجعت الأندية بتاعتها تستعيد عافيتها. هذه المجموعة بيتصدرها الرياض القسنطيني وبعشر نقط، ومازيمبي 8، والأفريقي 7، وللإسماعيلي للأسف نقطتين وخرج من السباق. فرص التأهل فيها زي ما حضراتكم شايفين، في الأساس الأفريقي هيلاعب الإسماعيلي في تونس، ومازيمبي هيستضيف القسنطيني. دي المعركة الشديدة جدا 10 و8. لو تعادلوا الأفريقي لو كسب الإسماعيلي هيبقى 10 نقاط، هتتشاف المواجهات البينية. لكن لم يحسم أي فريق موقفه من التأهل إلا الترجي التونسي. ده الموقف اللي بنأمل بإذن الله تعالى ننتظر جمهور الأهلي، وننتظر أنه يتم الموافقة على زيادة أعداد الجماهير، وننتظر المزيد من الالتزام والانضباط من الجماهير. قرار عودة الجماهير للمدرجات بأي عدد هو قرار تملكه الجماهير نفسها. كل فرصة تتاح برجاء مزيد من الانضباط ومزيد من الحرص على الحضور. هذه هي التي أغنتنا الكلام عند التحدي. جماهير الأهلي روح الفانيلا الحمراء، هو ده الوعي الدائم اللي يقدر فعلا يخلي الأهلي يا باشمهندس في المكانة اللائقة بيه. موجودة الأسلحة، المهم نستخدمها صح،
ويصادفنا التوفيق بإذن الله، ناخد بالأسباب ندرك النجاح بإذن الله. طيب عندنا قضية مهمة جدا، قضية الإعلام، قضية الإعلام الرياضي، تحب تناقشها؟ دي عايزة حلقات، عايزة حلقات، لأن الحقيقة بقت متشعبة جدا جدا، والإعلام دخل فيه جزء من الإعلام الرياضي دلوقتي بقى السوشيال ميديا. آه يعني ما يعني ودي لوحديها أصبحت يعني مؤثرة جدا جدا جدا. طيب احنا لجنة المسابقات النهاردة قررت تأجيل مباراة الزمالك والمقاولين، مباراة كان من المقرر إقامتها يوم الخميس، الأول كانت الأربع ثم تأجلت من 13 إلى 14، والمهندس عدلي ساعتها لما تقال إن في تأجيل يوم قال لك طب هي هتقف على كده؟ لا مش هتقف على كده. النهاردة صدر قرار لجنة المسابقات بتأجيل مباراة الزمالك والمقاولين ليوم 20 بعد عودة الزمالك من الجزائر، يلعب 17 هنا 20، مباراة القمة يوم 30. هذا لا يعنينا، وزي ما قلنا لكم المطلوب كل الدعم لكل فرقنا الرياضية، وعلى في المقدمة منها الفرق الجماهيرية الكبيرة. لكن التفصيلة اللي لفتت النظر الحقيقة امبارح لعميد ثروت سويلم، لعميد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكورة، المدير التنفيذي لاتحاد الكورة، اتحاد الكورة لما كان يتقال أصل اجتماع كذا حضروا الكابتن أحمد شوبير يقول لك أيوة شوبير بيجامل الأهلي، وكانت تتقال لمجرد الحضور إنه حضر، وتتقال يشفيه بالمناسبة بنشفيه، كان في يعني وعكة صحية بسيطة الحمد لله تعافى منه واطمأننا عليه ونتمنى له المزيد من الصحة بإذن الله. لكن دايما يتهم حتى وهو حاضر، والراجل يطلع يقول يا جماعة أنا في اتحاد الكورة بمثل كل الأندية، بدافع عن حقوق كل الأندية من وجهة نظري، لكن يفضل الاتهام. لا فجأة مبقاش المسألة ما عادتش انت بتتكلم بس على حقوق كل الأندية، ده بقى الكلام وش. نشوف العميد ثروت سويلم، لأنه من قيمة موقعه كمدير تنفيذي لاتحاد الكرة الكلام اللي بيقوله ده يحتاج تعليق. فعلا اتصل بالنادي المقاولين واتصل برئيس النادي المقاولين، والناس بكل احترام قالوا لا احنا ما عندناش مانع طبعا في سبيل ان النادي الزمالك ربنا يوفقه ويعدي الماتش اللي جاي ويكسب ان شاء الله. نعم. نأجل الماتش. نعم. الكابتن حازم امام كان ليه دور كبير جدا، ولازم يعني لان الراجل ده يمكن يعني بدون اي تشكيك في ميوله للزمالك، عاشق لنادي الزمالك، هو اللي تولى انه يتصل باجيري ومهندس ايهاب الهيطه ويكلم الكابتن هاني، حابب جدا يقول لا انا الزمالك انا زملكاوي وانا حريص جدا على الزمالك، وفعلا هو اللي جاب الموافقات دي من الكابتن هاني ومن المدير الفني. وحد حجم امام زملكاوي لسه عايز يثبت، راجل تاريخه كله مع نادي الزمالك هو واسرته وعيلته، في حد يطلع يقول اثبت انه رجل زملكاوي؟ لكن هو مش مطلوب منه انه يثبت انه زملكاوي في اتحاد الكوره، مطلوب منه ان لو الزمالك له حق يجيبه له، لو الاهلي له حق يجيبه له، لو الاسماعيلي له حق يجيبه له، هو مطلوب منه ان يكون منحازا الى الصواب والخطا وصالح الكوره المصريه. في المره دي الموضوع يخص الزمالك، ماشي عمل اللي عليه، لكن ان انا اطلع يعني الحقيقه الاستاذ ثروت حتى لفت نظري ان هو عامل مداخله، طبعا نتمنى ان هو يقدر يعمل المداخلات دي مع كل القنوات، لانه تمالي يقول جمل كده تخليك الزمالك محتاج بطوله، فعشان كده متمسك بالتحكيم من حقه يتمسك بالتحكيم المصري، يعني جمله في منتهى الخطوره انها تتقال بالطريقه دي، جبنا الحكم اللي بيريحه وهنعمل ايه تاني، يعني قصه مجموعه من تتعدى حدود المدير التنفيذي. لا انت مش متعدى حدوده، سيبك من حدوده ما تفرقش معايا، ده تكشف حاجات تانيه خالص. ده انت بتقول كواليس خطيره، يعني الكلام اللي انت بتقوله ده كلام ما يعديش كده في اي حته، بس عندنا كل حاجه يعني يا بتعدي يا ما تعديش يعني حسب
حسب الطرف اللي انت عايز تعديله، عايز تبلع له زلط ولا يعني تتمنى له غلط. ده دي مسألة يعني بتحكم كل قراراتنا وتصريحاتنا. فأنا مندهش جدا من التصريح، واللي حازم إمام نفسه يعني راح بيه يعني حسيت كده ان ما بيتقال له اخيرا نصفتوني. وكان في حد بيتهم حازم امام انه مش زملكاوي؟ معقوله حد حازم امام يتهم انه مش زملكاوي؟ هل ده كلام؟ شوف انا يعني في ملاحظه الفيديو ده ثلاث نقاط مهمين. الاولى اللي المهندس عدلي قالها وهي منطقيه وبديهيه جدا، ما حدش محتاج يثبت ان حازم امام زملكاوي او مش زملكاوي. الراجل ابن يعني زملكاوي ابا عن جد، نجوميته وموهبته وقيمته وتاريخه، ولد ونشا في نادي الزمالك، والحازم كل الاحترام والتقدير. لكن هي فكره تاجيل مباريات او تعديل جدول، ده تدخل شخصي ولا عمل مؤسسي؟ بالظبط، في مجامله ولا حقوق؟ يعني انا كنادي لو ما لقيتليش حد يثبت ان هو تبعي، او ما عنديش حد عايز يثبت انه تبعي، يضيع حقي؟ ولا في آلية وفي شكل مؤسسي يحفظ الحقوق ويحقق الانضباط في الجدول؟ مش ده المفروض يكون موجود؟ انتوا ليه بتحسسونا ان انتوا مش بتديروا مؤسسة بجد؟ وان الموضوع مش من حق الزمالك، الموضوع انديفيدوالي قوي، شخصي جدا، فردي جدا. التعليق ده معناه انه ده مش من حقه حازم بقى بإصراره جابهوله، ان هو الله يعني اللي فرض الحق حازم. الزمالك له حق في التأجيل، مش محتاجه لا حازم ولا ثروت ولا هنا بريده ولا اي حد، في حق ومنطق يدعو لكده، وفي امكانيه، وفي امكانيه واللجان شغاله. بس اذا كنا عايزين نشتغل بجد، بس واضح ان الامكانيه دلوقتي بسم الله ما شاء الله بقت سهله قوي. يعني طول ما كان بيتاجل للاهلي او يرفض تاجيل للاهلي، ان طب هنعمل ايه كده الدوري مش هيكمل. دلوقتي الليله بقت براح والوقت متاح وكل حاجه جميله جدا وسواح. يعني حاجه هايله. عشان كده هي دي الملاحظه. على فكره احنا مش زعلانين ان الماتش، بالعكس اذا كان ده يساعد كل بس عايزين بقى المسطره اللي شغاله. وافتكروا كلامكم، اشمعنى الاهلي ليه بقى؟ لان اديكم شفتوا المساله محتاجه تاجيل بدل اللي كنتوا طلبتوا. وافتكروا وانتوا بتلوموا احمد شوبير على اهلويته لما يقول راي في صالح الاهلي ويقول الاهلي على حق، محدش يقول وقتها انه شوبير بيتكلم في الحق، لا يتقال اصل ده كابتن النادي الاهلي واصل ده بيجامل النادي الاهلي. لكن حازم ما بيجاملش نادي الزمالك، حازم بيثبت زملكاويته زي ما ثروت سليم بيقول. لا المسألة لو عايزين نشتغل صح، لا الاهلي محتاج شوبير ولا الزمالك محتاج يعني حازم. يعني التأجيل ده عشان خاطر الكابتن حازم ولا عشان الزمالك من حقه يتأجل له؟ بس هو السؤال كده. والإجابة مش عايز أسمعها ومش هعلق عليها. إمتى يكون عندنا كيان مؤسسي بجد؟ إمتى يبقى الرأي رأي فردي والتدخل تدخل فردي، وفلان اتصل بعلان؟ إيه فكرة إنه فلان اتصل بفلان؟ اتصل بيه الفجر وقال له سجل فلان وفلان بكرة الصبح. وكتر خيره، أكنه بيجيب حق مش بتاعه. يعني يا جماعة اتحاد الكورة أسس 1921، انتوا فاهمين 1921؟ انا مع المأساة بتاعت السكة الحديد، مع المأساة بتاعت السكة الحديد، لقيت منشور في الأخبار، ورقة لمنشور اتوزع صادر عن هيئة السكة الحديد المصرية، سكك حديد مصر، بتهيب بالسادة الركاب انه القطوره للثلاث ايام اللي جايين من مصر لاسكندريه هتتاخر 10 دقائق. التنبيه ده طالع 1869. استحملونا. بص 1896 او 69. اللي ما كانش عندنا اسهل من الوقت. بص لا انت بص العراقه. طبعا العراقه. بص العراقه. طبعا. في دوله ليها جذور تاريخيه عامله ازاي؟ بتتكلم على اتحاد كرة ناشئ 1921 يفضل لغاية النهاردة يدار بفكر فلان اتصل بعلان وفلان لف عليهم وجاب موافقتهم؟ مفيش لا سيستم ولا نظام ولا كيان ولا مؤسسة ولا حقوق للجميع. عشان كده عمال تسمع أصله هيتغير نظام الهبوط،
اصل الجمعيه العموميه طلبت فكذا فضفوهم، ولا حد بيقول فين الرولز المحطوطه، ولا علشان تاخد عضويه اتحاد الكوره تبقى عندك كم نقطه. لا فجاه كل انديه الدرجه الثالثه يبقوا اعضاء عشان يكملوا الحضور ونخلص من الليله. مش معقوله ابدا. عموما هو كويس ندار بهذا الشكل. لا 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 كويس 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 اللي حصل ده، لانه خلاص باذن الله المسطره هتتوحد وخلاص، ما حدش هيقدر يقول اشمعنى. ها ما كان اشمعنى الاهلي؟ لانه كان بيلعب، ما هو طالما ان هو اللي بيلعب وهو المستمر هو اللي هيتاجل له، اللي لعب معاه اتاجل له وطلب التاجيل وبيشكم الارهاق. فما فيش يعني الحمد لله الاجابات اللي هم سالوها ها وهريننا فيها في وسائل ومتوزعه الادوار صح، حتى في اصدارات النهارده كان في ناس ونجوم سابقه الاهلي والاتحاد وجامل الاهلي بالتاجيلات، كل المجامله بقت في التاجيلات. النهارده الاهلي لاعب عدد ماتشات اكتر من الزمالك في الدوري ها وعدد ماتشات اكتر من الزمالك في افريقيا، وان الزمالك ماشي وعنده حظوظه والاهلي ماشي وعنده حظوظه، والزمالك طلب تاجيل ماتش مرتين. المفاجاه بس ان المهندس عادل محمد عادل يعني ما ساعات ما تقولوا الحقيقه من اول يوم، قال لك لا ده احنا متفقين من 20 فبراير على الكلام ده يا اخوان، ده طلب مننا يوم 20 فبراير. ليه الافلام؟ طلب شرعي، طلب منطقي، طلب كذا، خلاص نتيجه تعارف مع الشفافيه. انما لا ما انت في 20 فبراير كان ممكن يبقى له تاثير على ماتش 28 فبراير، لو اعلن دلوقتي. طب ما نستنى ما نعلنوش الا بعد الماتش، شغل هو ده اللي بيضايق الواحد. لكن المساله نفسها التاجيلات ومش التاجيلات، ايه اللي بيتاجل مضروب له ماتشات عنده ضرر؟ ولو ان الاهلي لم يستفد من ان الزمالك يلعب تحت ضغط المباراه زي ما الزمالك استفاد من الاهلي يلعب تحت ضغط المباراه. بالتاكيد. نتمنى كل التوفيق للاهلي ان شاء الله في اجتياز عقبه شبيبه الثوره يوم السبت، كما نتمنى ايضا كل التوفيق للزمالك في مباراته في الجزائر وبلوغ الدور القادم في الكونفدراليه. فاتنا في البدايه ان نعزي الكابتن مدحت رمضان. مدحت رمضان ظهير ايسر النادي الاهلي في السبعينات والثمانينات، واحد من نجوم الكره المشاهير في النادي الاهلي، توفي الى رحمه الله والده. بنشاطره الاحزان وللفقير رحمه الله عليه كل الرحمه، وان يسكنها الله فسيح جناته. كما ايضا نشاطر العميد محمد مرجان الاحزان، وله كل التعازي في وفاه عمه. ورغم ظروف الاحزان محمد مرجان بيواصل العمل المكثف في تنظيم هذه المباراه المهمه للاهلي يوم السبت اللي جاي ان شاء الله. كل الامل ان يحظى جمهور الاهلي بالموافقه على الحضور بنسبه كبيره ان شاء الله، وانه يكون في الموعد وفي الالتزام. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير. نلتقي في العاشره مساء الخميس القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.